راجلي السنة الأولى ما فيش كلام. روح الفريق الأحمر استظهر في أكبر المواعيد. التاريخ للأهلي، ولكن الأهلي يخسر بطولة ولكن يعوضها بعشرة. هذه هي قوة النادي الأهلي. زي ما وعدنا وراك وبلاد لفينا، وفي كل مكان رحنا وراك وغنينا. جمهوركم معاك ونحقق حلم حياتنا، والقدر الدنيا يحلق نسر نادينا. روح الفانيلا الحمرا وعود تنسوها، اللون الاحمر هو رمز البطولة. روح الفانيلا الحمرا وعود تنسوها، اللون الاحمر هو رمز البطولة. روح الفانيلا الحمرا وعود تنسوها، اللون الاحمر هو رمز البطولة. روح الفانيلا الحمرا وعود تنسوها، اللون الاحمر هو رمز البطولة. جمهوركم معاكم حقق حلم حياتنا، والقدر الدنيا يحلق نسر نادينا. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. أفريقيا يا أهلي وروح الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها، دي الكلمات اللي موجودة. وكالعادة في المباراة المهمة بنقدم الدعم والمساندة لجماهيرنا، للعبتنا، لجهازنا الفني. داخلين على مباراة مهمة جدا جدا، مباراة النجم الساحلي. لكن قبل ما أتكلم هتكلم زي كالعادة في بعض الأمور اللي تخص مباراة نادي الرجاء. النادي الأهلي ظهر بشكل كويس، أزعجنا كلنا إصابة حسام عاشور اللي هو تأكد اللي هو هيغيب عن مباراة النجم الساحلي. لعيب كبير، لعيب مؤثر، لعيب راجل، لعيب بنحترمه كلنا لاحترامه لفانيلة النادي الأهلي واحترامه لجمهوره، وكمان لإنجازات اللي حققها حسام عاشور، واحد من اللاعبين المتميزين. ولكن الخيرة في الموجود، اللعيبة إن شاء الله رجالة، إن شاء الله قدها وقدود. لعيبة النادي الأهلي عارفة أهمية بطولة أفريقيا، مؤهلة لكأس العالم للأندية، بطولة أفريقيا وحشتنا، كل ده حضراتكم عارفين. هنتكلم النهاردة في أمور كتير جدا جدا، وعندنا بعض الموضوعات اللي هنناقشها مع حضراتكم ونطمن على الفريق. وكمان بعد شويه يبقى معانا اللي هو شيرين شمس للترتيبات والجماهير، لان مهم جدا في كل حلقه نتكلم عن جماهيرنا والتوعيه اللي بنقدمها. والنهارده هنوجه الرساله اللي قلناها من اسبوع ومن 10 ايام. عايز اتكلم بس عن مباراه الرجاء، اللي فريق البعض لما النادي الاهلي يكسب ويقدم مباراه كويسه، فريق الترجي الرجاء فريق مش عارف مستوى الفني وخسر كم مباراة. انا متفق المستوى الفني مش ده الرجاء اللي كان في الدوري ممتاز قبل كده، حتى على المستوى الفني ومجموعة اللعيبة اللي موجودة اللي ما فيهاش خبرات انا متفق في ده. ولكن لا، النادي الاهلي قدم مباراة كويسة، كان في معظم اللعيبة ظهروا بشكل كويس جدا، ما كانش فيه تقصير من اللاعبين. بيرجع علي معلول، حسين كان قبليه موجود، وهي دي روح المنافسة اللي احنا بنتكلم عنها طول الوقت. الكوره في رجل صالح جمعه حاجه تانية، فعشان نتكلم بصراحه، الراجل بكوره في رجليه من مثلا 10 15 باص تلاقي 12 باص مؤثر، بيوصل زمايله، ربنا مديله النعمه دي شمال ويمين. ازاي الكوره بيوصل في اقل من ثانيه، وكمان الكوره بتحب نوعيه اللعيبه دي. أنا بكلمكم بخبرة سنين طويلة، وأنا دايماً عودت حضراتكم لفرقة كرة القدم هي الـ25 أو الـ30 المقيدين. مفيش حاجة اسمها النجم الأوحد،
مفيش حاجة اسمها ده سوبر ستار، مفيش حاجة اسمها ده نجم النجوم. لما يلعب فريق بالكامل في البعض بيبقى فيه سوء توفيق، والبعض بيبقى متألق، يجي المباراة اللي بعدها بتلاقي لعيب تاني كان كويس، وهي ده هو ده النادي الأهلي وعبقريته في المجموعة اللي موجودة بتتحمل المسؤولية. ناس كتير حتى على الهجمة اللي قدام حضراتكم، وليد أزارو كان هو ما جابهاش، احنا بنتصيد أي كلام يا جماعة. اللي بيروح الاستاد يشوف جماهير النادي الأهلي وهو بيسخن بتسانده وعمالة تشجعه، لأن حاسين مش عايزين يكرروا اللي حصل مع فلافيو وتحطه تحت ضغط ويبتدي يظهر لك بعد سنة. فدي هجمة اسمها ده إنكار الذات في كرة القدم. فاكرين هدف عماد متعب مع حسام غالي ومؤمن زكريا؟ فاكرين الهدف ده إنكار الذات ومش مهم مين يجيب الهدف، وإصرار اللي زميلك النجم الكبير عماد متعب يجيب الهدف وقدرت تخلي زميلك يجيب الهدف؟ ده كلام محترم، وده الكلام اللي احنا بنبص الكوره في رجل صلاح جمعه. الراجل لعب عنده حساسيه غير طبيعيه في اللمسه، واحد من اللعيبه المتميزه المتالقه. خليني لعيبه كتير في المباراه ظهرت بشكل كويس، سعد سمير ورامي ربيعه، مؤمن زكريا، محمد نجيب الراجل قوي اللي بيجي من بره العب راجل راجل، ده حاجه. محمد نجيب ده يتحط كده في تاريخ النادي الاهلي زيه زي النجوم الكبيره، الاخلاص والجدعنه، ويبقى قاعد انزل العب الراجل كانه خلاص قاعد مركز. نوعيه اللعيبه دي الناس بتحبها، لكن للاسف عالميا مش ما بنتكلمش عن ده. اعلاميا نتكلم عن عماد متعب ومشكله وحسام البدري ومين اللي صح ومين اللي غلط، لا بيكرهوا بعض، لا مش عارف ايه، والاهلي عنده ماتش مهم. هو ده اعلامنا، هو ده اللي احنا بنشوفه. لكن قول له قول كلمه حلوه عن نجيب المحترم الراجل الجدع ما تلاقيش. قول له عن مؤمن زكريا امبارح فنان، عمل كام لعبه والهدف اللي جابه بصراحه هدف ولا اروع، وتحركاته مؤمن فايق يفوق الفرقه معاه، مؤمن مؤثر جدا، مش زي ما البعض برضو بيتكلم بسلبيه عن مؤمن. لعيب كبير بيلعب اي وقت بتلاقيه بيتالق وبيظهر بشكل كويس جدا، واللعيب الحريف ده بيبقى عمله نادره، ومؤمن لعيب حريف. احمد فتحي قلب الاسد، هنفتقده المباراه اللي جايه، وحسام عاشور واحد من اللعيبه الرجاله، واحد من اللعيبه اللي تديك باور حتى وانت قاعد بتتفرج، عايز تشجع الفريق وعايز فيه النوعيه دي موجود. حتى عماد متعب هو مش موجود دوره مهم جدا، هي دي روحنا وهي دي اخلاقنا وهو ده اللي احنا اتربينا عليه. المسانده والدعم في التوقيت ده افريقيا يا اهلي، اتكتب باسم اللعيبه كلها والجماهير والجهاز الفني، ده اللي احنا طول الوقت اللي احنا بنتكلم. ده كان مهم كلام لكل اللعيبه، انا مش عايز انسى حد. اجاي واحده من الصفقات المحترمه للنادي الاهلي، الراجل ده كل يوم بيثبت قد المسؤوليه، تحط راس حربه راجل وجدع. والنهارده كنت موجود في التدريبات، هنقل لحضراتكم بعض الحاجات اللي حضراتكم اطمنكم في بعض الامور، ولكن اجاي الراجل كل لما بيقعد اكتر بينسجم اكتر وبيتالق، وتحس ان هو كمان واحد مننا. افتكروا الكلام ده كويس جدا على اللعيبه المحترفه. في لعيب بيجي بارقام كبيره ويجي يقعد لك شويه ويمشي كانه موظف، ما يسيبش علامه. وفي لعيبه علي معلول من اول يوم جه النادي الاهلي الناس بتحبه بالمناسبه من اول يوم. اجاي نفس الموضوع، في تعاطف مع وليد ازار والناس عايزاه يجيب هدف عشان يقوم، لكن عجبني جماهير الاهلي الواعيه. كنت في الماتش والجماهير وليد مع كل لمسه بتحاول تقول له احنا معاك احنا في ظهرك، هو حتى بعد الشوط الاولاني الجماهير بشكل خاص ناديته. هو ده جماهير النادي الاهلي الوعي اللي عندها واللي هي تقف جنب فرقتها قبل مباراه مهمه، مش مهم الاسماء، المهم الاهلي. في ناس حذرتني ما اتكلمش في الموضوع ده، لكن هتكلم فيه، وهتكلم فيه باستفاضه وسريعا عشان دوري في مباراه اتكلم في سلبيات واتكلم في ايجابيات. احنا ناس نعلم قيم ومبادئ النادي الاهلي كويس جدا جدا جدا. المدرج للتشجيع، المدرج للتشجيع مش لاسماعيل ولا ابراهيم ولا خليل ولا فلان ولا ده الاحسن ولا ده الاجمل ولا ده مش عارف مين ولا ده مين ولا شادي ولا بوتريكا ولا بركات ولا مختار مع حفظ الالقاب طبعا لكل، ولا شريف عبد المنعم ولا الكابتن اكرامي ولا الله يرحمه ثابت البطل ولا محمود الجوهري، الاسماء الكبيره
كابتن شطه ولا صفوت عبد الحليم ولا كابتن مصطفى عبده، مش عايز انسى حد. المدرج ده للاهلي، لكيان الاهلي، فوقه من اللي بيحصل. الاهلي عنده ماتش مهم، والعبث اللي بيحصل ده الاهلي مش ده يحصل في مدرجات فين. انا بتكلم كلام وعارف انا بقول ايه كويس، بعيد عن ادخل عن تفاصيل، انتوا فاهميني كويس جدا جدا. المدرج للاهلي، ملك الاهلي، المدرج اللي انا اوقف فرقتي، اللي انا هحقق بطوله، حتى ده كمان نعترض عليه ولا بنتكلم كلام مظبوط؟ ما احنا نقعد نستشيركم كل شويه. حتى لما اللواء شيرين شمس هتكلم بعد شويه، كان بيتكلم على فكره التذاكر الاسبوع اللي فات، الراجل قال لنا من بدري وهنحاول جماهيرنا نخصص لها حاجه. ما هو جمهور الكره والجماهير هو جمهور التراس اهلاوي، وهو جمهور الاهلي في اسوان، رابطه اسوان المحترمه اللي بنحاول والله نقف جنبكم في المكالمات اللي انتوا عملتوها مع فريق العمل، كل التحيه والتقدير ليكم. ما هي التذاكر اللي بنقولها، لو 5 تذاكر، لو 10 تذاكر، لو 15 تذكره، هم دول ايه وسط الملايين؟ بس بنحاول نقدم مساعده. حتى دي بتحبطونا فيها، يعني حاجه بقت صعبه جدا. مش مشكله، خلينا نقفل ونقول افريقيا يا اهلي. في التدريب النهارده قابلت الكابتن حسام قبل ما اخد زميلي محمد سعيد اللي كان موجود في التدريب النهارده، وعشان نطمن منه على الحاله الفنيه، لان كل واحد مننا بيشوف شغله ويشوف عمله. لكن كابتن حسام البدري طمني عن عبد الله السعيد، الحمد لله شارك في التدريبات، نزل مع الفريق. وليد سليمان نزل مع الفريق، ممكن بقى ياخدوا جزء، محمد هيكمل لنا بقى اخدوا جزء من التدريب وخرجوا ولا لا. طمني على هشام محمد، بنفقد لعيبه مهمه، ولكن في لعيبه رجاله موجوده، وعندنا لاعب مهم مش عايز حد ينساه ابدا، جمهور النادي الاهلي، وجوده في المدرج بيحرك الصخر ده، كلنا حاطين امل عليه. هتكلم على الجماهير، بس خلوني سريعا اطير لزميلي محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي. محمد برحب بيك. برحب بيك يا كابتن شادي، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينك الكرام. معلش بقى انا خدت منك حتتين كده كنت ممكن تقولهم انت ولا حاجه، بس انا عارف اللي انت عندك. اتفضل يا محمد، حابب تقول اتفضل. اولا طبعا يعني النهارده تمرين البدايه والكواليس والاستعداد لمباراه النجم الساحلي، تقدر تقول يا كابتن شادي ابتدت من النهارده، خلاص التركيز 100%. كل شغل الجهاز الفني بدا من اللحظه دي النهارده على مباراه النجم. سواء في استعداد الفريق من الناحيه الفنيه، في تجهيز المصابين، في امكانيه التشكيله اللي ممكن تبدا المباراه القادمه، كل ده بدا النهارده سواء نواحي نظريه او نواحي فنيه. اولا طبعا حسام عاشور تاكد غيابه بشكل رسمي عن مباراه النجم الساحلي، ونتمنى يا رب يا رب باذن الله في حال استمرار الاهلي يا رب في البطوله انه يلحق حتى النهائي، لان الدكتور خالد قال اكد لي النهارده الاشعه اكدت ان حسام عاشور تعرض لمزق في العضله الضمه، والمزق ده يعني لا قدر الله يعني اقل شيء 4 اسابيع، فنطمئن ان شاء الله على عاشور في المرحله القادمه ويلحق بالاهلي في المشوار القادم باذن الله. لكن بخلاف عاشور وطبعا بالطبع غياب احمد فتحي نتيجه الايقاف الانذار الثاني، الشغل الشاغل لجماهيرنا في التوقيت الحالي متابعه حاله عبد الله السعيد، وليد سليمان، هشام محمد، شريك اكرامي، الاربعه شاركوا النهارده في التمرين وده مؤشر جيد. لكن لما سالت الجهاز يعني هنشتغل تدريجي معاهم الفتره الجايه، لكن يعني من هنا لغايه يوم الاحد اكيد في مؤشرات كثيره ستتضح حول مشاركتهم من البدايه او تواجدهم ولحقهم بالمباراه، تواجدهم على دكه البداء، كل الامور لسه مش واضحه بشكل كبير، لان المشاركه تدريجيه وواحده واحده بالنسبه لوليد، بالنسبه لهشام، بالنسبه لعبد الله السعيد. لكن بالنسبه لشريف اكرامي، كابتن طارق سليمان اكد لي ان شريف الحمد لله حالته مطمئنه، النهارده شارك في التدريب الفني مع الكابتن طارق والكابتن، وكان معاه محمد الشناوي الحارس الثاني، وادى تدريبات بشكل كويس جدا، فشريف مطمئن على حالته ان شاء الله هيكون موجود، واستبعاده لمباراه الرجاء هو كان للحفاظ عليه ليس اكثر. وايضا كمان في حراس موجودين على نفس المستوى زي محمد الشناوي واحمد عادل اللي غاب النهارده بسبب نزل البرد، وغالبا ممكن بكره ما يكونش موجود او موجود، يعني لسه موضوع ان احمد عادل يكون في التمرين يعني نسبه 50% 50%. لكن الثلاثي زي ما قلت لك هشام ووليد وعبد الله هيبقى تدريجي يا كابتن شادي خلال الفتره الجايه، لكن المؤشرات جيده، يعني عبد الله السعيد النهارده شارك في التقسيمه الجماعيه بشكل كامل من بدايتها حتى نهايتها، وليد سليمان كان في جزء كان بيعمل تدريب بدني تخصصي مع الكابتن انيس الشعلالي، وبعد كده شارك في التقسيمه في الجزء الاخير، هشام محمد بيشارك لكن في محاذير ليه عشان ما يكونش في احتكاكات قويه معاه. فمن هنا لغايه الحد ان شاء الله او السبت تحديدا ليله المباراه هتتضح الصوره، لكن ما نقدرش نعلم من دلوقتي هل اساسيين، هل موجودين في المباراه، هل خارج القايمه، لسه لم يتضح بشكل نهائي خلال الفتره القادمه يا كابتن شادي.
محمد، الكابتن حسام كان في محاضره كده قبل التدريب، وقف مع اللعيبه. احنا خلاص في مجموعه لعبت المباراه، اخذ التمرين خفيف، وده كالعاده يعني، ده الطبيعي يعني، بيعمله استشفاء وبيخرج. اللعيبه اللي مشاركه، الكابتن حسام بقى قبل كل ده عمل اجتماع مع اللعيبه كلهم، قال لهم ايه؟ المحاضره اللي عملها الكابتن حسام البدري النهارده في ملعب التيتش، واستمرت حوالي على فكره حوالي 10 دقائق ربع ساعه. يعني الكلام كله ما بين ان احنا داخلين في مرحله مهمه، مباراه الموسم، وفي نفس الوقت بيرفع الضغط عن اللعيبه. يعني هو كابتن حسام من الملاحظ دي حتى في كلامه مع اللعيبه ومن بعد مباراه الامس، مش عايزين نتكلم كتير عن مباراه النجم عشان ما نسببش ضغط على الفريق، والفريق نفسه عنده استعداد جيد للمباراه. فمعظم كلامه ان الفرقه التوقيت الحالي مفيش وقت ان احنا نسمع لاي مشكله، مفيش وقت ان احنا نتكلم في اي ازمات، الفريق كله على قلب رجل واحد، محتاجين نقف مع بعض المرحله ديت. مباراه النجم الساحلي هي مباراه مهمه جدا، لان هي الخطوه اللي هتوصلك للفاينل والبطوله. فالمرحله دي مرحله اللعيبه الكبيره. كابتن حسام كان بيتكلم مع الكل، اي حد كان زعلان مش من عدم المشاركه في المباريات الاخيره، لازم يبقى الفريق واقف على قلب رجل واحد خلال المرحله اللي جايه، كل لاعب ليه دور معايا، انا عارف توقيته المناسب. عمرو السوليه مثلا كان الاحتمال مشاركته امبارح وبعد كده ما شاركش، فهل ممكن يزعل؟ لا، كابتن حسام حتى قال ان عمرو السوليه انا خفت عليه عشان ما يتكررش نفس اصابه حسام عاشور، وكان عندي هدف تكتيكي في المباراه. فكل دي اطارات الكابتن حسام والجهاز الفني بيتكلم فيها مع اللعيبه، لانه بيشرك الجهاز مع اللعيبه المرحله القادمه، اهميه مباراه النجم الساحلي، بنفكر ازاي في الماتش القادم، ازاي اللعيبه تفكر معايا وتحضر نفسها ذهنيا وفنيا لمباراه النجم الساحلي. يا كابتن شريف، محمد حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ الحاجه الاخيره، يعني اشعر ان في ثقه كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي، لكن المطلوب من جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه 90 دقيقه تشجيع، واللعيبه بجد عندها حماس كبير جدا، نفس الحماس اللي شفته في مباراه الترجي التونسي قبل الفريق ما يسافر لتونس ويلعب هناك ويفوز على الترجي. فان شاء الله بالتوفيق للفريق، الفريق بجد محتاج هذه المرحله انه يوصل، والبطوله دي تحديدا مهمه جدا للنادي الاهلي. زميلي محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي كان موجود بالتمرين النهارده ونقل لحضرتكم كل حاجه. محمد انا بشكرك انت وزمايلك على المجهود اللي بتبذله. شفت، خلينا لحضراتكم الصوره مع الكابتن حسام، اتكلمت معاه، ما عنده حاله اكيد، اللي انت تفقد لعيب مهم جدا في التوقيت دوت، او اتنين لعيبه بحجم احمد فتحي وحسام عاشور، طبعا اتنين مهمين، اتنين مؤثرين جدا في طريقه اللعب اللي بيلعب بيها الكابتن حسام. لكن الكابتن حسام قال لي معايا رجاله من الفرقه كلها، وعندي ثقه فيهم وعندي ثقه في جماهيري، وطلب مني طلب على الشاشه. كابتن حسام عايز جماهير النادي الاهلي تقف جنب فرقتها من اول دقيقه لاخر دقيقه تساند. قال لي اللي احنا شفناه في مباراه النجم الساحلي وكان سبب فوز النجم الساحلي كان جمهور وعامل ضغط على لعيبتنا، بيشجع بشراسه غير طبيعي، احنا بنبقى بنتفرج في التلفزيون مش شايفين الكواليس جوه الملعب، صوت الجمهور ده احلى حاجه في الدنيا. لكن لما جمهورك بيجي وبيساندك وبيدعمك وواقف بيكتر عليك، فالراجل دي بتفرق بشكل كبير. فكابتن حسام سالته عايز تقول لجماهيرك ايه؟ عايز توصل رساله ايه؟ كلنا دلوقتي ايد واحده. كابتن حسام قال لي يعني عايزين نخاطب جماهيرنا تروح الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه، تقف جنب الفرقه كلها، تشجع اللعيبه كلها، واللعيبه هم جواهم حافز لبطوله افريقيا، وطمن الجماهير اللعيبه في الميعاد ان شاء الله هيكونوا قدها وقدود، ولكن عايزين تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه وتقفوا جنب فرقتكم. جمهور الاهلي يا كابتن حسام ما بيتاخرش، جمهور النادي الاهلي جربناه مره واثنين وثلاثه واربعه ومليون، جمهور النادي الاهلي يا كابتن حسام سافر ورا فرقته مره واثنين وثلاثه ومليون، بيقدرش يتخلى عن النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي هو اللي عاملنا، هو اللي علمنا على الحلوه والمره معاه، والاهلي مش في مره، الاهلي في حلوه وزي الفل، الاهلي منطلق والمباراه على ارضه. وقبل ما اتكلم عشان ما انساش برده، عشان ادي كل واحد حقه، محمد هاني الراجل ممكن بشكل كبير يلعب المباراه، محمد هاني المباراتين اللي فاتوا لاعب واعد، لاعب راجل، ابن من ابناء النادي الاهلي، يعلم تماما قيمه المباراه المهمه، بتنقل اللعيب نقله ثانيه خالص. فمحمد هاني واحد من اللعيبه الواعده، واحد من اللعيبه اللي مكانتهم هتبقى كبيره جدا، وبيكتسب من احمد فتحي الخبرات وهو موجود وبيشوفه بيعمل ايه. المباراتين اللي فاتوا اخطاء اقل بكتير، رجوله في الاداء، مهاره في التوقيت المناسب، سرعه في الاداء، ده اللي كان يعني كان في نواقص للامانه الراجل زاد فيه، عشان كده ربنا يوفقه لو لعب المباراه القادمه. كابتن سيد عبد الحفيظ امامكم في الصوره،
ممكن ما بنشوفوش كتير في الموقف الصعب وبيصرح عشان يحمي الفريق. كابتن سيد عبد الحفيظ بينظم، بيسافر، بيروح التدريبات، يبقى فيه انتظام. عماد في المقدمه، كابتن الفريق في المقدمه، ايها الجهلاء، عماد متعب في المقدمه، عماد متعب نجم كبير، مش ماتش ولا 10 دقايق ولا 5 دقايق، احنا اكبر من كده بكتير. وكره القدم طول ما انت في المستطيل الاخضر بيحصل وهيحصل، يعني بيحصل وهيحصل صدقونا. لكن الاحتواء اللي انت تحتوي، مش نكبر المشكله ومخاصمين بعض، نكلموش بعض، مسلموش على بعض. الصوره القديمه، هاتوا الصوره اللي قبل المباراه ومتعب بيكلم الكابتن حسام، ده وقتها بيحصل اختلافات، بيحصل اعتراضات، اخش المدير الفني اخبط عليه. كابتن حسام لعبنا 5 مباريات في الدوري ولا 3 مباريات، دوري فين؟ يرد عليك المدرب يقول لك مش دورك، دورك تجتهد جوه الملعب، ولما يجي توقيتك خليك جاهز يا اشتغل. في مدرب تاني يجي يقول له شد، عندك نواقص في كذا، شد فيها وهتبقى موجود في الملعب. في مدرب تالت يقول لك لا، ده انا ما فيش كلام، ممنوع. هي مدارس، هي دي كره القدم، هو ده اللي احنا اتعلمناه. فمن هنا من النهارده افريقيا يا اهلي، عايزين نروح الفانيلا الحمراء، عايزين نوجه بقى كمان رساله لجمهورنا العظيم. جمهورنا العظيم قتلنا هنا في البرنامج، كان 5000، قال لك 10000، حاربنا وقلنا يا جماعه ده الاهلي بيلعب باسم افريقيا. بعد مباراه المنتخب قال لك ايه، طلبات الاهلي اوامر، فوجئنا ان الاهلي عايز 60 اتقال له 40، تمام؟ وخليكم معايا في ان انا السيناريو اللي احنا وخطبنا وزير الداخليه، خطبنا مساعد وزير الداخليه لقطاع الامن، خطبنا الناس كلها المحترمه اللي هم قالوا طلباتكم عاوزين ايه؟ قلنا نقسم البلد نصين بالبلدي كده. وافقنا على 10 كمان، كلام محترم، مجلس اداره النادي الاهلي مع المدير التنفيذي في النادي الاهلي، خطابات شغاله في الكواليس لغايه لما العدد زاد. طيب النادي الاهلي فكره ان الناس تقف طوابير وخناقات ويروحوا يتخانقوا في مربع بعد كده ما بقتش موجوده، اتطرحت التذاكر على النت. بنعيش تجربه جديده بس فيها نظام مش متعودين عليه. مش كل الناس، في واحد مش عارف يدخل على السيستم، في واحد اخذ تذاكر غيرك اخذ، فبالتالي هخاطب اللي قاعدين في المدرجات. سالت كل الجهاز الفني، قال لك لو ما فيش جمهور النجم كان صعب المباراه دي يكسبونا، كان صعب جدا. لكن الجمهور كان حافز قوي، كل لما يقع الريتم بيقوموهم بسرعه. طب اللي هيروح مباراه مهمه للنادي الاهلي في قبل النهائي، نصيحه انا قلتها الاسبوع اللي فات وهرجع اقولها النهارده بكل اخلاص وكل عشق الجماهير المحترمه، اللي طول ما انتوا ماشيين كلنا في خط واحد هنساند وهنقف في ظهركم ونقول لك كتر العدد وانت مسافر، ونقول لك احنا في ظهرك، ونقول لك بلاش تتعامل انت مع حد، احنا نتكلم باسمك ويبقى في حوار، كل ده احنا موافقين عليه. طب ايه النصيحه اللي احنا عايزين نقولها؟ يا جماعه اللي هيروح، حتى لو لاعب بيحب النادي، حتى لو لاعب لعب جوه النادي الاهلي، حتى لو واحد من كباتن النادي الاهلي، اللي هيروح يروح يشجع. لكن اللي راح يصور سيلفي، واللي رايح يشيت في المدرج، واللي راح ينام ما يروحش، سيب واحد زميلك تاني اديله التذكره، قول له انا عارفك انت بتشجع اكتر مني، روح روح اقف جنب الاهلي، لان انا مش هقدر اشجع، خليك امين حتى مع نفسك. لان ما ينفعش كل سنه اوصل للمكانه دي وممكن اخرج. السنه دي عاملين شغل محترم، كان في تحدي عند ناس كتير اللي خلاص الاهلي خرج من الترجي، والترجي فرقه قويه جدا وتنظيميا جوه الملعب، وعندها اقوى خط وسط ملعب في البطوله، واكتر فرقه بتلعب كوره اللمسه واللمسه ولعبه، والكوره الحديثه اللي هي ما فيهاش الطمع او فيها الفرديه، لا فيها الكره الحديثه اللمسه واللمسه ولعبه وتحركات بسرعه. تعبوا النادي الاهلي في جزء، لكن لعيبه الاهلي كانوا رجاله، راهنا على روح النادي الاهلي، راهنا على رجوله اللعيبه، راهنا على طريقه اللعب بالكابتن حسام. وقلنا هو حسام البدري اللي كسب الترجي هناك في 2012 ورجع لنا بالكاس، ده كل ده قلناه. فدورنا التوعيه لجماهيرنا، خلاص انا اثق فيكم في المدرج جدا، لكن مش عايز يا رب يشجعوا، يا رب ده الوقت قوم فرقتك وهي واقعه فنيا، ما هو ما فيش حد بيلعب 90 دقيقه ضغط ضغط، ما فيش حد بيعمل كده. فدور الجماهير اللي راح يتصور
اتصور بقى بالليل كده بعد الماتش وربنا كرمنا بقى، وانت بتحتفل اتصور وانت بتعمل اي حاجه، لكن وانت في الماتش الكل يشجع، الكل يقود المدرب، الكل كبوهات، الكل وليد ازارو ده لو ابتدى الكل ينادي وليد ويلف المدرج للناس كلها احنا معاك. ده كلام مهم جدا وده كلام مهم لجماهيرنا، لكن مهم جدا نعرف بعض الاخبار من سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. سياده اللواء برحب بحضرتك. كابتن شادي ازي حضرتك يا طبعا احنا بنشكرك على المجهودات والتنظيم، وعارف النهارده الاستاذ وليد مهدي في اسكندريه عشان الاجتماع الامني اللي حضرتك كمان هتحضره يوم السبت، وقلت لنا ايه الجديد سياده اللواء؟ هو لسه راجع، انا كنت على اتصال بيت الحقيقه، وهو دلوقتي ابواب الاستاد هتتفتح الساعه 11 وهتقفل 6 ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للناس، بالنسبه للجمهور، في جمهور معاه بطاقه الجمهور مع التذكره، وفي ناس خدت التذكره من على النت اللي هو المجموعه اللي لسه ما طلعتش بطاقات. تمام. طبعا سعر التذكره مختلف زي ما حضرتك عارف. اللي معاه اللي معاه البطاقه سعر تذكرته 26 جنيه. اللي معهوش البطاقه سعر تذكرته 55 جنيه. النقطه دي مهمه جدا اللي هقولها دلوقتي عشان اتفضل الناس ما حدش يزعل. اللي معاه التذكره ب 26 جنيه ومعهوش البطاقه بتاعت الجمهور مش هيخش المباراه. مش داخل المباراه. لان دي كده احنا حاسبينها ان ده واحد خد تذكره ب 26 جنيه وراح باعها لواحد تاني بسعر تاني، لا ما ينفعش. وده كلام محترم عشان توقف الفساد والسوق السوداء والناس اللي بتاخد حقوق الناس. خدت بطاقه وخدت تذكره ب 26 جنيه، اذا حضرتك شخصيا مش رايح ما تروحش وما تدهش حد انك مش هيخش. ده كلام محترم، ده كلام محترم. دي نقطه مهمه جدا الناس لازم تبقى فاهمها كويس قوي قوي قوي. انه اللي معاه بطاقه تاني التذكره اللي ب 26 جنيه ومعهوش البطاقه بتاعت المباريات مش هيخش المباراه. تمام. واللي معاه بطاقه بس من غير تذكره مش هيخش برضه. تمام. اكيد طبعا. اكيد. بسيت اللي هو 50 جنيه هيخش ده عادي. خلاص يبقى فهمنا من حضرتك اللي خدها ب 26 جنيه اللي هو طلع البطاقه والبطاقه معاه عشان كده هو خدها ب 26 جنيه، لازم ترفق بيها البطاقه بتاعتك تقول له اتفضل عشان نمنع اللي هو ياخد التذكره يروح يبيعها ب 100 و150 عشان نوقف السوق السوداء. وده كلام انا موافق عليه 100%. كمان خليني احيي حضرتك على الفكره، لان النادي الاهلي دايما سابق بخطوه وخطوتين وثلاثه ومليون، والنادي الاهلي بيدي درس دايما للجميع. الناس كانت بتنتقد، شفت احد كان مش هقول اسم يعني، كان موجود وشغال في الوزاره قبل كده ومش فاكر منصبه، كان طلع وانتقد السيستم اللي عامله الاهلي. طب والاهلي عامله ليه واستفيد ايه؟ هو في جماهير حضرتك يا فندم، وكويس اللي معانا سياده اللواء شيرين شمس عشان جه اليوم اللي نقول لحضرتك ما حصلش زحام عند النادي الاهلي، ما حصلش تكدس. بنحترم الاهلاوي المشجع الاهلاوي، بنحترمه وبنكبره اللي هو بيحجز عن طريق الانترنت. كمان الاهم اللي ما حصلش سوق سودا. عايز تقول حاجه في المنطقه دي تاني يا سياده اللواء؟ حضرتك طبعا حضرتك بتقوله دلوقتي ده انا بسمعه ولا بهتم بيه. احنا بنشتغل وما بنبصش بقى، دي انتقد يعني. على فكره يا فندم اللي عنده نقد بناء وفي فكره جديده بالعكس ده انا مش يتكلم يشرف، واحنا ناخد بالفكره ايا ما كان هو مين. لكن هو الانتقاد هو فيه ايه؟ هو لا الكلام ده خلاص ما بقاش نسمعه. في حاجه مهمه ثانيه حضرتك. اتفضل يا فندم. الجمهور اللي هو اللي معاه بطاقات اللي هو الدرجه الثانيه والجمهور اللي هو خلف المرمى الدرجه الثالثه، يعني هي التذاكر ال 26 55 كل ده هيجي عن طريق الصحراوي، على الطريق الصحراوي الى الاستاد مباشره، عشان ده ناحيه دخولهم الباب بتاعهم اللي هو باب 10 الاول. يعني الباب الاولاني بتاع باب 8 ده من مدخل الطريق الصحراوي. المقصوره والمقصوره الاماميه واعضاء مجلس اداره هيجوا عن طريق الصينيه اللي عند واحد خطاب، عشان نفصل دول عن دول عشان نسهل شويه، نبعد الاولى عن يعني مش مساله نبعد مين عن مين، لكن مساله هننظم الناس ما يبقاش ال 50,000 في حته واحده. تمام. فدي حاجه ثانيه برضو الناس اللي بتروح هتبقى فاهمه اللي انا بقوله كويس. فبرضو نلتزم بالحته دي عشان نسهل على بعض. تمام. الحقيقه الناس في الامن احنا طلبنا انه جمهورنا جمهور واعي. ما يبقاش
احنا اللي طلبنا ما يبقاش جوه الملعب في اعداد كبيره من الامن المركزي، لانه المنظر بيبقى شكله زي ما نكون احنا داخلين ساكنه والحدك هيجي يعمله وبتاع، مش عايزين ندي احساس لاي جانب او اي حد تاني ان احنا يعني احنا مش جمهورنا بيامن نفسه وجمهورنا واعي قوي. فالتنظيمات اللي جوه بقى والناس مش هينزل الملعب تحت الا المصورين اللي خدوا الاي دي والناس اللي حاملين الاي دي اللي اتبعت من النادي الاهلي، اي حد تاني مش هيقرب من الباب عشان حضرتك الفريق التونسي، وده حقهم برضه، كل واحد بيحافظ على فرقته. هم بعتوا جواب رسمي لاتحاد الكوره، الاتحاد الافريقي اسف، وبعتوا لنا جواب رسمي ان هم بيخشوا على فرقتهم ان يتكرر ما حدث في مباراه مصر الاخيره، الناس اللي نزلت الملعب الكلام ده كله. فمش هيقعد على الدكه الا لان في اجتماع فني ان شاء الله برضه، الا اللي معاه الاي دي، ومش هينزل الملعب اللي معاه الاي دي. وهيبقى الناس محسوبه بالواحد اللي هو الملعب، ومش هيصرح لحد ان ينزل مش الملعب، ان ينزل في الترسان. عشان مش هنسمح لحد خالص ان يبوظ لنا النظام، ولا هنسمح لحد خالص ان يبوظ منظر البلد، مش النادي الاهلي، منظر البلد. وده اللي يهمنا. سياده اللواء، النظام النظام حلو، واي دوله هتلاقيها ناجحه هتلاقيها النظام وكل حاجه بتطبق على الجميع. وانا متفق معك كمان جمله حضرتك قلتها، بنثق في جماهير النادي الاهلي اللي هي كل مباراه بتروح بتدينا درس في الانضباط الايام الاخيره، الناس بتفتش وهي داخله، العلاقه كويسه، العلاقه محترمه، الناس بتدخل في امان وتخرج في امان وبتدخل تشجع فرقتها. ده كان سبب من وجهه نظري في زياده العدد انضباط جماهير النادي الاهلي، لان طول الوقت خلينا نتكلم بصراحه كان في تخوف عند بعض المسؤولين خصوصا من جماهير النادي الاهلي اللي هي بصراحه رفعت راسنا وشرفتنا وخلتنا نطالب بكل قوه. عايز اتكلم مع حضرتك، خلاص نقفل بقى قصه الجماهير، عملنا اللي علينا، الجماهير كمان انا عارف اللي هتعمل عليها واكتر. عندي موضوع ما كنتش حابب اتكلم فيه النهارده مع حضرتك، لكن سريعا كده عشان نعرف بس الجماهير اللي حصل، لان انا عرفت ان مجلس الاداره اتحرك بمنتهى السرعه. في لاعب في كره اليد المفروض راح يمثل مصر وما سافرش مع الفريق لسبب بعض التصاريح، الموضوع خلص ولا لا؟ واسم اللاعب ايه يا فندم؟ بص حضرتك، هو يعني الموضوع يعني مع استاذ رئيس مجلس الاداره، لان في نظام في الوزاره، وهو يعني قصه بتنتهي ان شاء الله، وباذن الله ان اللعيب بتاعنا باذن الله ان شاء الله يحصل ان شاء الله. إيه اسم اللاعب يا سياده اللواء؟ طب انا اقول لك اسم اللاعب حالا يعني. طيب اتفضل. اه عشان برضو ايه نبقى خلي بالك، انا ما فيش حاجه اسمها نما الى علمي، انا معلوماتنا اكيده. فعشان حضرتك توضح ونقف جنب الناس كلها، عشان انا عندي حاجه في الموضوع ده حابب اقولها بعد شويه. لا بص بص يا كابتن شادي، محدش قال انه اصل حكايه نما الى علمنا دي كلام يعني انا ما بحبش اسمعه، او غير نما الى علمي، اصل قالوا لي وسمعت حضرتك. واحنا زيك، واحنا زيك ما بنحبش قالوا له، وده فكره قالوا له دي مش بنحبها. وبعدين تدير بلبله وتتكلم في موضوع انت لا شفته ولا سمعته، وتلاقي الناس اللي عماله تتكلم فيه، وتروح مدخل مش عارف مين فيه، يعني الكلام ده. اللعيب حضرتك اسمه ممدوح طه الحسين. تاني معلش يا ست اللواء، مين؟ ممدوح طه الحسين. ممدوح طه الحسين، تمام. تمام. فقالوا له دي مش معلش يعني في المسرحيه بس مش في النادي يعني. طيب اخيرا يعني عندي حاجتين سريعا كده. الكابتن سمير عدلي انا عارف لو كان تعبان شويه، طمني عليه بست اللي هو عامل ايه؟ لا الحمد لله دلوقتي احسن، وباذن الله ربنا يكرمه وهينزل ان شاء الله. تمام. الحاجه الاخيره اللي انا عايز اسال حضرتك فيها تخصني انا، انا الطبيعي لما اي نجم كوره بيروح استاد بيدخل او بتاع، هو النادي الاهلي بتحطوا كم واحد في العدد اللي داخل للمباريات في الدوري؟ انت بتفتح الموضوع تاني. لا مش بفتح، لا خلي بالك انا مش زي الناس كلها، انا بقى بمسك في حاجه ما بسيبهاش غير لما مبين الناس الحقيقيه، وانتوا الحكم مالناش دعوه، بس انا حاجه معلومه ليا انا شخصيا، انت لما كل مباراه في الدوري ليك. بس انت برضه اصلك انت بتسال الشخصيه، مش قادر اقول لك شخصيه غلط، لان انا يعني لا بعرف اخبي ولا بعرف الكلام ولا بزوقه. حضرتك انا الكشف بتاعي بحط مجلس اداره، وفي 50 عضو من النادي الاهلي بيروح 50 عضو. تمام. طيب ال 50 عضو ثابتين؟
الاليه، انا اقول اليه دخولهم ايه. اولا حضرتك عارف الناس كلها اهلاويه والناس كلها بتحب تروح ماتشات الاهلي، لكن طبعا. في الغالبيه العظمى بيحب يقول لك انا ما اروح لغايه السلام، انا بحب اتفرج. ال 50 دول حضرتك بيروحوا الماتشات اللي هم مين حضرتك؟ احنا يعني في مجموعه بتحب تروح، في مجموعه بقى لها عمر بتروح المباريات يا ست اللو. بالظبط يا فندم. فاحنا يعني لما العدد بيزيد حضرتك بتروح المره دي، معلش الماتش الجايه يعني حضرتك ما تروحش، يعني اروح بقى كابتن شادي يروح، يعني فاهم الكشف بيتدور زي ما بيقول. والاولويه برضو عشان بس ابقى حقاني، ولما كان في حضرتك عارف كان في سيزون تيكت اللي هي ب 10,000 جنيه في استاد القاهره، ايوه طبعا، مباريات النادي الاهلي، كان في مجموعه بتشتري التيكت دي حتى لو ما بتروحش. ده انا عارفهم واحد واحد. انت عارفهم بالاسم. منهم انه بيزود دخل النادي بتاعه، ومنهم انه يبقى ضامن مكانهم بيحب يروح مباراه. اعتقد الراجل اللي كان بيدفع هذا المبلغ من 8 9 10 سنين من حقه انه يروح الماتشات، لانها التذاكر بدون فلوس. وهم قالوا اعمل التذكره يا رب كل ماتش ب 1000 جنيه هندفع 1000 جنيه، بس انا ما اقدرش مباراه بدون تذاكر ان انا طبعا ندفعهم للنادي. قلت لهم لا، ما باخدش فلوس بدون اساس وبدون نظام. فالناس دي من حقها تروح. طيب لما يجي واحد، وانا قلت اسمه امبارح، خلاص مش هقول اسمه برنامجك عشان يعني اسمه مش محتاج يتصادق كتير. ما راحش ماتش واكتشفت ان هو حضرتك بيحط اسمه عندي واسمه في اتحاد الكوره. هو حضرتك بتحجز مكانين يعني بتحلق؟ لا، بدل بتعرف تحط اسمك في اتحاد الكوره، سيب الناس بتوعي يروحوا بقى. سيبهم يروحوا، وخاصه ان الماتش اللي قبليه بتاع الترجي اللي هنا هو كان في مكتبي وطلب مني تذاكر. قلت له اتفضل التذاكر. وانا عايز بقى ان انا بغلس او امنعه او زي ما اتقال امبارح عشان هو سلم. طب سيبت اللي هو، انا اسف، اتفضل. الكابتن محمود الخطيب لما اشوفه انا شخصيا ده راجل صديق وصاحبي وحبيبي، يعني ايه سلم على محمود الخطيب؟ لا عايزين، معلش يا سيبت اللي هو، خليني اقول حاجه في النقطه دي. انا الكلام ده ما بيمشيش معايا خالص الكلام ده. يعني أنا معلش، أنا عندي سؤال لحضرتك أخير مهم جدا بالنسبة لي، وأنا هعلق على الكلام ده كله. أنا عندي سؤال لحضرتك، وأنا عارف أنت بتتكلم معانا دايما بصراحة، لما حاجة مش تقدر تعملها بتقول لنا لا دي أنا مش هقدر أعملها، حتى في حاجات في الكواليس. قولا واحدا حضرتك، الاسم اللي اتقال امبارح بتاع حضرتك منعته ولا لا؟ لا، وعايز يطلع أقول إن أنا منعته. سيادة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي المحترم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. خلاص بندور على اي حاجه يا اخوانا، الاعلام مش كده يا اخوانا، الاعلام مش كده، ده نادينا يا جماعه، من الاعلام مش كده. مش عايز اقول حاجات عملناها في الاستاد، كنا موجودين بنعمل حاجه كده لحضراتكم جديده ولطيفه. فالناس اللي معانا الامن اتعامل بمنتهى الشياكه، وراح جاي مدخل الناس كلها قال يا جماعه اتفضلوا وبتاع، احنا عايزين الجماهير ترجع. والله ده هذا حصل. فنقعد بقى هو كل يومين الواحد عايز يشم نفسه، عايز يقعد كده وقاعد في بيته في روقان وهدوء، ونبعد بقى عن اللي بيحصل ده. خلاص الناس قدمت ولا ده، حتى انا عارف الايام اللي جايه بوعدكم اهو، خليكم فاكرين هيبقى ده اللي متعلم كويس الجميل الشاطر، وده الفاشل اللي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. انا هبقى ضد ده، انا صريح، انا قلت لكل محترمين والكل بيقودوا سفينه الاهلي، مش عايز اخرج عشان افريقيا قالي، لكن هتكلم النهارده في بعض الثوابت المهمه من وجهه نظر. فقولا واحدا الراجل قال لك لا، فمش هيكذب على الهوا وقال لك خلاص ما حصلش الكلام ده. خلينا نتكلم اللي الجماهير والتوعيه اللي كنا بنقولها. جماهير النادي الاهلي دوركم مهم، مساند داعم بكل قوه، تقف جنب فرقتك مره ثانيه وثالثه ومليون، مش هزهق اللي انا اقول. ممنوع بقى تمسك لي التليفون بتليفون نتصور كلنا مع بعض، وما الاهلي يسعد ان شاء الله وربنا يكرمنا. اللي راح يشيت وقاعد ينظر على الفريق، وهو واللي قاعد ينظر شغال علي معلول ما عملش كروس في الدقيقه كذا، يا عم ارفع. في حد يعمل فرقته كده والماتش شغال؟ لا، لو هتعمل كده ما تروحش، روح ساند الاهلي. في الاهلي هيصعد نهائي افريقيا، الاهلي هيصعد قاتلنا عشان العدد يزيد. وهقول لكم خبر جميل ليكم، بس مش هقدر اقول يعني الا غير حته تفرحكم. كابتن حسام البدري في بيتكلم مع مجلس الاداره،
عشان التوقيت اللي الجمهور يدخل فيه التوقيت المناسب اللي ما يبقاش فيه شد على اللعيبه ويبقى فيه. انا عارف الجمهور الاهلي مساعد وعارف الجمهور الاهلي، لكن بكلمكم بخبره شويتين، ممكن يبقى فيه لعيب ما عندوش خبرات ياخد الموضوع يبقى فيه ضغط ياثر عليه ياثر على تفكيره. فالتوقيت زي المره اللي فاتت كده، اخترنا التوقيت الصح، جماهير دخلت عملت شكل ولا اروع، حاجه مشرفه حاجه محترمه، شحنت البطاريه زي ما قلنا، ربنا كرم والنادي الاهلي رجع لنا بانتصار تاريخي للنادي الاهلي. كل واحد شارك وما شاركش في المباراه دي انتصار تاريخي للنادي الاهلي. دي نقطه. المره دي في التوقيت هيبقى المناسب، لان الكابتن حسام قال لي انا محتاج جمهوري، قال لي كده بالحرف، محتاج جمهوري قبل المباراه، محتاج الجماهير. قلت له نشحن البطاريات، قال لي اشحن واتكلم في ده، لان لازم نبقى ماشيين بخطوات ثابته عارفين بنعمل ايه وماشيين خطوه خطوه معاكم. ف كابتن حسام البطاريات هتشحن وهتروحوا في التوقيت اللي هيتقال عليه، التنسيق اللي بيحصل داخل النادي الان، وهيتقال الجماهير ان شاء الله تحضر عشان تروح افريقيا يا اهلي وتنده لعيبتك كلها وتنده جهازك الفني والرسائل الجميله اللي بتقولوها في التشجيع، والاغنيه اللي بعد شويه هنعرضها اللي انا عارف ان انتوا بتحبوها، اربع حروف كتبوا الانجاز. ايوه اسم الاهلي، مش اكتب انجاز، اسم الاهلي ده حاجه عظيمه حاجه كبيره، ده حاجه فوق الخيال. اللي بيعمله النادي الاهلي ده فوق الخيال على مستوى الاداره مع كل ادارات النادي الاهلي على مستوى التاريخ. بنخطو خطوات قبل الجميع، الكل عمل كده؟ ايوه الكل عمل كده. على مستوى البطولات احنا في حته تانية، على مستوى التعاملات في الاعلام احنا في حته تالت بعيد خالص، احنا تصريحاتنا منضبطه، احنا بنتعامل مع كل بنظام وباحترام ولينا اسلوب، والاسلوب ده موجود النهارده وموجود امبارح وموجود من سنين وهيبقى موجود بكره. هو ده. طيب قفلنا قصه النادي الاهلي، هنتكلم كوره في وجود اثنين من نجوم النادي الاهلي، الكابتن ياسر ريان والكابتن عمرو الحديدي، لكن نتكلم كوره. عندي بعض الموضوعات اللي عايز اناقشها مع حضراتكم سريعا كده في البدايه، لان مهم جدا لحضراتكم تبقوا عارفين الدنيا رايحه فين وجايه منين. وانا قلت لحضراتكم لما نناقش حاجه بنناقشها بضمير، والضمير هو اللي بيحكمنا. ما نعبس بقى نجيب ناس مش عارف ايه، هنبقى ضد ده وهنجيب حضراتكم الصوره وهنرد مع اي حد، مع اي حد. ده مهم جدا عشان انتوا تبقوا عارفين احنا بنمشي ازاي وهنعمل ايه الايام اللي جاي. حياد مفيش حاجه اسمها ده بوسه وده ضربتين على ايده، مفيش حد بيعمل ده مش اعلام، ده مش اعلام ولا عمره هيبقى اعلام. ومفيش حاجه اسمها في انتخابات في مدرسه خليك مش حيادي، ازاي يعني؟ لما تبقى مش حيادي يبقى في شبهه، لما تجري على طرف بتجري على طراطيف صوابعك كده وطياره وتموت الطرف الثاني، انه حياد ده بمفهومنا احنا بثقافتنا احنا بعقلياتنا احنا، هو ده حياد. وفي الاخر كلمه مش هنسمع عن قناتنا، زي ما بنتكلم على فكره نجومنا وازاي اللي مالكش ماضي مالكش حاضر ومالكش مستقبل ولا ليك حاجه، ده صح، وهعرض لكم الكلام ده النهارده عشان اثبت لكم اللي كلامي صح. ما تروحوش في اي حته، استنوا بعد شويه بعد الكلام اللي مهم جدا في البدايه، لان هنرسخ قواعد جديده للي عاوز يسمع، اللي عاوز يسمع قانون واللي عايز يسمع نظام واللي عايز يسمع انضباط هتشوفوا بعد شويه. في موضوع اثرني قبل ما اعرض قصه كده لطيفه، وقصه هتعجبكم قوي اللي بعد شويه، هتعجبكم قوي قوي يعني. اللجنة الأولمبية هتعمل اللوائح بتاعتها على إيه أو انتخاباتها على إيه؟ على القانون الجديد ده، وهو بالمناسبة مجلس معين. ما إحنا عندنا في طقم بيحب يقول على مجلس إدارة الأهلي المعين المعين المعين، خلاص وصلتنا الفكرة والله. ففي إحنا بقى في ناس ما بنرضاش نقول عليهم إيه، المطرود المطرود المطرود. المنتفع المنتفع المنتفع. بتاع المصالح المصالح المصالح. انا ما اقصدش اسم، انا اصمد اسماء، اسماء كتير فاهم،
فهو ده اللي والله ده اللي موجود، وهو ده اللي عاجبكم. عارفين انتوا بحد القتال على فكره ومش شايف اي فكره تانية، ده مش مدرسه رخيصه قوي، مدرسه رخيصه. طيب فاللجنه الاولمبيه هتعمل لوائح بتاع انتخاباتها على ايه؟ على القانون القديم ولا اللائحه القديمه؟ طب تاخدوا المفاجاه، اللجنه الاولمبيه هتعمل انتخاباتها على اللائحه القديمه، يعني ممكن الدنيا كلها تبقى باطل في باطل. ايه اللي بيحصل في الرياضه؟ تصريحات بيوم والنهارده يوم تاني، كلام على المزاج. مجلس اتحاد الكوره اتقال له هتقعد في مباراه الكونغو، صدقوني انا اعوذ بالله من كلمه انا، اتقال له هتقعد. نطلع في اعلام في البرامج اياها مفيش وهيمشي ومش عارف ايه، والاعلام دوت عايز يمشي هاني ابو ريده، والتاني عايز يمشي مجدي عبد الغني، والتالت عايز يمشي احمد مجاهد، ودول مش هينزلوا، ودول هنروح، لا هنلجا المحكمه الدوليه، لا هنخرج من المحكمه الدوليه، حطب بيقف ضدنا، يروح جاي جورنان تاني مع ناس وتالت ورابع وخامس، جريده ثالثه ورابعه وخامسه تهاجم ناس على حساب ناس، يروح طالع جورنان تاني يروح جاي قايل لك لا الحق، ده مش اللي بيقوله الوزير ده غلط، ده هاني ابو ريده هيكمل. انتوا عاوزين عبث في الرياضه كده؟ وسيبنا كاس عالم ومفيش حاجه هتتغير. طب خلونا نعرف اكتر واسمعوا الكلام دوت مع الصحفي المحترم ابن المؤسسه الكبيره اللي احنا بنحترمها، بنختلف احيانا معاها لبعض التجاوزات في حق نادينا، ولكن الاحترام اللي اتعلمناه داخل النادي الاهلي وفي مؤسساتنا بيجبرنا اللي احنا نسمع الجميع. معانا الاستاذ احمد طاهر الناقد الرياضي بالاهرام. استاذ احمد برحب بحضرتك. اهلا بك كابتن شادي، واهلا باعزائي المشاهدين قناه النادي الاهلي المحبوبه والمفضله لدى الجميع، بما تقدمه من ماده ذاخره. لا بلاش والنبي كلمه محبوبه، اصل في ناس ما بيحبوهاش، فانت ما بيقول لك ما نتفرجش عليها ونقعد معاهم يحكوا لك الحلقات كلها، مش مشكله. طيب خلينا احنا نحبها. طيب استاذ احمد سريعا كده، الانتخابات اللجنه الاولمبيه هتتعمل على انه لائحه او انه قانون؟ خليني اعتذر عليك، بس خليني ابدا الموضوع، لان كل موضوع لما بيكون له يعني راس ورجلين الناس بتفهم، وبالتالي الصوره بتوضح اكتر. خلينا نقول الاول ان للاسف الشديد وزير الرياضه دخل الرياضه كلها في نفق مظلم. بمعنى بمعنى ان هو قال من 5 مارس 2014 بجواب رسمي معايا نسخه منه للجنه الاولمبيه الدوليه يوم 5 مارس بعد توليه المهمه باربع ايام، ان هو هيخلص قانون الرياضه في خلال 6 شهور، وان هو بيتوعد بيوعد اللجنه الاولمبيه ان هو مش عارف هيعمل ايه في انتخابات الزمالك وهيعمل ايه في انتخابات الاهلي، لكن في جامعات عموميه اتعملت و و و وده ما حصلش. خلينا نبدا الاول ان ماده 224 في الدستور اللي كلنا افتينا عليه اكثر من 23 مليون وده ابو القوانين بتقول. طب إيه؟ ممكن اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. وما تزعلش مني في اللي انا هقوله ده، عشان انا الواحد خلاص يعني الحمد لله عنده خبره شويتين كده. يعني خلينا، انا فاهم حضرتك بتتكلم ودارس القانون ورجل مجال كره القدم، الاغلبيه منه البسطاء اللي الكوره بالنسبه لهم مصدر سعادتهم، منتخبنا الاهلي الزمالك الانديه الجماهيريه كلها. فبلاش نتكلم بصيغه القانون، اشرح لنا القانون بيقول ايه ببساطه، قانون كذا ببساطه بيقول واحد عشان الناس تبقى معانا. اتفضل. حاضر، وانا كنت هشرحه ببساطه. هو ماده 224 بتقول ايه؟ كل ما قرأته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا الغائها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقرره في هذا الدستور. لو احنا جينا قلنا طب القانون بتاع الرياضه هل بيوافق هذا الدستور؟ لا ما بيوافقش على الدستور، هو مخالف للدستور بدليل ان المهندس خالد عبد العزيز قام بالغاء لائحه طاهر ابو زيد اللي هو الوزير السابق له. طب لائحه طاهر ابو زيد المخالفه للقانون وهو الغاها او بيقال ان هو الغاها، وانا عاوزه وطلبته كذا مره انه يوريه القرار الوزاري ما وراهوش. طيب لائحه طاهر ابو زيد في الجامعات العموميه الغير عاديه، العاديه بتقول 2001، طب الغير عاديه بتقول ايه؟ الضعف يعني 4000. اللائحه الاستشاريه جابت 12500 منين؟ ادي مخالفه للقانون، ادي اول واحده. ده ولا 10% ولا 8% ولا 7% ولا اي حاجه. ما هو يا كابتن انت المفروض لما تطلع قانون او لائحه تكون مطابقه للقانون والدستور. ما خلاص هي كده مش في البند ده مش دستور يا فندم.
لا ما هو طلع قانون مخالف للدستور يا فندم. ايوه طب ما انا ايوه ماشي تمام. لما تطلع قانون مخالف للدستور يبقى في حاجه غلط. احنا بقى بنقول عليها، هدخل في الجزئيه اللي حضرتك كنت بتقول عليها. اللجنه الاولمبيه اصدرت لائحه استرشاديه من 1/6 بعد قرار السيد رئيس الجمهوريه بالموافقه على القانون، لان المشرع لما قال لك اعتمد قانون الرياضه قال لك في 6 شهور دي فتره ريبه. من ساعه تصديق رئيس الجمهوريه عليها من 1/6/2017 لحد 30 نوفمبر هو موعد اخر يوم لاقامه اخر جمعيه عموميه في اي هيئه رياضيه سواء نادي او اتحاد او مركز شباب. تمام؟ طيب كل الناس عملت كده مع احترامنا للجامعات العموميه اللي هي حصل فيها انحرافات وجامعات عموميه اللي حصل فيها مصداقيه زي جمعيه عموميه نادي الاهلي. هنلاقي ان اللجنه الاولمبيه هي الهيئه الوحيده التي لم تعمل اي لوائح داخليه ليها. فات مضى شهر 6 و7 و8 و9 و10 احنا يوم 17/10. المفروض كانت هي تعمل لائحتها الجديده، ما عملتش اللائحه الجديده. اللجنه الاولمبيه ما عملتش لائحتها، امال هتعمل انتخابات، هتدعو الانتخابات على ايه؟ على اللائحه القديمه بتاعتها يا كابتن. طب اللائحه القديمه بتاعتها اللي عملها اللي هو محمود احمد علي ثم جاء بعده المستشار خالد بيه. اللائحه دي قديمه جدا. دي لائحه اللجنه الاولمبيه، هم ماشيين عليها ما عملوهاش. طب اللائحه القديمه بتقول ايه؟ اللائحه القديمه بتاع اللي هي السريه حتى الان ليس اللجنه الاولمبيه ليس لها علاقه بالانديه. بدليل ان الجمعيات العموميه للجنه الاولمبيه مكونه من مين؟ من 27 اتحاد اولمبي. من 27 اتحاد اولمبي، وهو ده المفروض ان هو لما بتعمل اللجنه الاولمبيه. انت عارف معنى اللي حضرتك بتقوله ده ايه؟ ده كلام في منتهى الخطوره. طبعا ده يعني مفيش حاجه اسمها لائحه استرشاديه اساسا، مفيش حاجه اسمها لائحه استرشاديه، على ان هو مشى باللائحه القديمه بتاعت اللواء محمود احمد علي، فبالتالي مفيش حاجه اسمها لائحه استرشاديه، لان بتقول ان انت مالكش دعوه بالانديه. بالمناسبه احنا تعبنا جدا من فكره الميثاق الاولمبي بيديه صلاحيات للجنه الاولمبيه اللي تتدخل في شؤون الانديه، ودور الجمعيات العموميه انت دورك تعزز دور الجمعيه، انت ما بتعملش كده، انت بتموتها، انت بتخنقها، وده اللي احنا قلناه. سؤال اخير، انا خلاص وصلت لنا الصوره. ممكن اقول لك بس على حاجه في النقطه دي سريعا؟ اتفضل. انت ما بتقولش كده، انت ما بتقولش كده فعلا، بدليل ان انت عمال تتشدق وزير الرياضه واللجنه الاولمبيه عمالين يتشبكوا بمطابقه الميثاق الاولمبي والمعايير الدوليه واعلى سلطه جامعه عموميه و والكلام الناس عارفاه ده كله، وبعدين بيشيل اكثر من 65 اتحاد ونادي منتخب وبيحل محله نادي او هيئه رياضيه او اتحاد معين. وده اللي والنبي اسمح لي، اصل انا في حاجات ما بعرفش افوتها، واي حد معارض بيسقط. دي من عندي انا. انا بقول لك يعني كلام المسؤولين الاقوال غير الافعال. بيقول حاجه وبيعمل عكسها. بيقول ان الميثاق الاولمبي احنا بنحترمه وبيشيل اتحادات وانديه منتخبه ويحل محلها اتحادات وانديه معينه، رغم ان ده مخالف للميثاق الاولمبي، ورغم ان ده مخالف لوائح اللجنه الاولمبيه الاهليه اللي هي المصريه، اللي بتقول ايه؟ لازم اللجنه الاولمبيه اتحادات الجامعه العموميه اللجنه الاولمبيه يجب ان تكون جميع اتحاداتها منتخبه وليست معينه. اذا لما يحضر اتحاد معين في جمعيه عموميه للجنه الاولمبيه تكون الجمعيه باطله. تمام. غير صحيحه. استاذ احمد طاهر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتشرفنا اكتر بعد مباراه افريقيا عشان نتكلم في امور جديده اللي بنسمعه النهارده، اللي المفروض انت كمان كلجنه اولمبيه تعمل لائحه، ما عملوش لائحه، يمشوا بانه لائحه؟ اللائحه القديمه اللي هي من ايام اللي هو او الكابتن محمود احمد علي زي ما بيحب هو يسمى. انتوا عارفين معناه ايه الكلام ده؟ المعنى ان مفيش حاجه اسمها لائحه استرشاديه. والله العظيم احنا ماشيين، ودنك منين يا جحا؟ مش بتروح بقى كده، انت بتقعد تجري الاول، عم ما توصل لها يكون نفسك اتقطع ويكون اغمى عليك. والناس مش عايزه تمشي رياضه في الطريق السليم، وخلينا ماشيين. فلان بيحب افرم النهارده بقى حبيبي. لا يا سياده الوزير، حضرتك اكيد بتشوف انت والاستاذ هشام حطب في ناس تبقى سبورت جامد جدا، بتختلف المصالح. اول ناس اللي بتهاجم الوزير وهشام حطب. انا بتكلم بمنتهى الشفافيه والامان. انا عندي رايين اسمعوهم مني، واحد فيهم عن رسخ مبادئ جديده هتقوم حرب علينا بعد ما نقولها، ومبدا تاني ده الواقعيه، الواقعيه في ظل تطبيق القانون على الكيف. واحنا قلنا مفيش دوله بتنهض
قال غير بتطبيق القانون يعلو القانون وما يعلو القانون على الجميع الدنيا هتبقى زي الفل ومفيش حد هيختلف. ادي واحد. اتنين، ما هو انا فردت دراعي على النادي الاهلي، القانون القانون الدوله وانتوا ضد الدوله والاونطه بقى، وانتوا عارف السنيده اللي طلعوا بعدها ضد النادي ضد مصر وضد بقى الاهلي النادي الوطنيه ضد مصر اللي بيفرغ جميع المنتخبات، وده كلام ده كلام سياده الوزير. طيب ايه الوضع الحالي؟ انت عارف يعني ايه توصل كاس عالم؟ كنا بنولول وحلم المصريين. اتضح ان الكلام ده بقى كلام في اطفاض، الناس مالهاش دعوه، كل واحد همه مكان. لا، وصلنا كاس عالم بناس اسيبها ما خدهاش لحم، زي فكره كوبر بالظبط، نختلف نتفق طريقه اللعب وحشه حلوه محمد صلاح وقول اللي انت عايزه، ما احنا كل الناس بتتكلم في كل حاجه. لكن عمل وصلني راح نهائي كاس افريقيا وانا ما بوصلش ثلاث سنين، ما بوصلش ثلاث سنين، ودي كانت عبقريه الاداره، اللي انت تاخد ثلاث بطولات وتيجي بعدها بدل ما تروح كاس عالم بسرعه تروح ما توصلش ثلاث سنين. احنا عندنا الجديد، هو ده اللي احنا عايزين نقوله. كمان الراجل اشتغل وتعب بمجهود وساعد، انتقدناه زي الناس ما كلها، لكن جينا قلنا مصر اهم، مصر ان شاء الله في كاس العالم، عملنا دورنا الوطني والواجب بتاعنا، مصر فرح يلا كوبر او في ده، في ناس طلعت في راجل قلت لك الراجل يروح، واحنا مصر اخلاقياتنا واللي اتربينا عليه في المجتمع الرياضي اللي احنا بناخد الناس لحم ونرميها عظم، في البعض تفكيره كده في علم الاداره، لكن ده مش ثوابت، ده حاله، ده حاله، لكن مش ده القيم بتاعتنا. يعمل لك مساعده ومسانده من تاني، يقول لك مجلس اداره اتحاد الكوره يمشي، خلاص يا جماعه خلاص نغير شعاراتنا، اللي يفشل مصر نقعده، واللي وصلنا كاس عالم نمشيه، نغير القاعده تحت مسمى القانون. ما هو القانون بيتطبق على ناس وناس لا، افتكرتوا القانون دلوقتي بقى حلو بيقول 1 2 3 4 عشان تمشوا هاني ابو ريده؟ والله العظيم انا ولا بستفيد منه ولا عايز استفيد، ولا عايز استفيد من اي مخلوق، ولا بقول عليه حلو عشان ايدي في ايده، ولا بقول عليه وحش، الغلط غلط والصح صح. واحد عندهم اخطاء وصلونا كاس عالم، سيب الناس بقى تشتغل ومش هو ده اللي كان الناس بتطلع عليه؟ الراجل ليه منصب اداري بره فظيع وعلاقات لازم نستغلها اكتر من كده، مش احنا اللي قلته، مش انت اللي قلته الكلام ده سنين طويله ولا احنا؟ ما نسيب الناس، نسيب الناس تشتغل، نسيب الناس تكافح، نسيب الجامعات العموميه هي اللي تجيب واللي تمشي، ولا عايزين قانون على الكيف على ده يمشي وعلى ده لا؟ ادي دي واحده. التانية المهمة بالنسبة لي هرسخ قاعدة، لو انتوا عايزين تسمعوا يا اتحاد كرة القدم اسمعوا اللي انا بقوله، والكل هيستفيد والكل بقى هيسكت بعد اللي احنا هنقوله. اللي عايز ينزل انتخابات، انا اعوذ بالله من كلمة انا قاعد على شاشة الاهلي قرر شادي محمد ينزل اتحاد كرة القدم، وانا قاعد على الشاشة، ما هو السوشيال ميديا في البعض فيها مؤثر والبعض فيها اونطاجي، البلو بيف ومش عارف ايه وبتاع، ويحط لك صور نجوم ورموز وبتاع، سيبك من الكلام الاونطه ده، ده كلام شويه بتوع لايك وبتاع بياخد له 2000 3000 جنيه في جيب اخر الشهر كده، والدنيا كده بتبقى زي الفل وجبرت، مش مهم اشتم في ناديه، مش مهم اشتم في رموزي، بنسى كل حاجه اتعملت كويسه، سيبكم من ده، خلينا نتجاوز دلوقتي الكلام ده. لكن انا رسالتي لاتحاد كره القدم، ورسالتي لسياده الوزير، ورسالتي ورسالتي لكل المسؤولين عن المنظومه، أنا شادي محمد قررت أنزل انتخابات في اتحاد كرة القدم. معايا برنامج. معايا برنامج. نقطة صريحة، لازم البرنامج يقف لغاية لما الانتخابات تخلص. ليه بقى؟ عشان أنا هستضيف الناس كلها وهصيط الناس كلها وبجيب لك معونة على الهوا وببقى باباك ومامتك وجدتك وباخدك أدلعك وهشتكك. معايا أوبشن مش موجود عند حد تاني. هي دي العدالة؟ لكن لما انا ادخل لوحدي كده شادي ما عنديش برنامج بطلع للناس فيه ما دام قررت انزل، والزميلي التاني برضو يعمل كده، والتالت هنبقى كل داخلين في معترك انتخابي محترم. فكل شوية ما يمشي مجدي عبد الغني لبانة بدأ، هو احنا الناس بقى ما بتعرفش نفرح،
ما بنعرفش نعمل حاجه كويسه. ده مصر بعد 28 سنه بالمجلس ده في كاس العالم، بعد 28 سنه قلنا شكرا يوم وابتدت اللبانه تشتغل من تاني، لان مش بنحب بعض. والاعلام اللي معه افرم افرم، واللي ضد افرم هنا يمشوا ومش عارف ايه. والله انا لو منهم وليا حق والجمعيه العموميه جابتني اخد حقي تالت متالت عشان نرسخ دور الجمعيه العموميه. خلونا كمان نسمع الواحد من اعضاء اتحاد كره القدم من المحترمين اللي هو صاحب الانجاز برضو اللي هو وصلنا كاس العالم، كابتن مجدي عبد الغني. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن شادي، ازيك؟ كابتن مجدي ازي حضرتك؟ خلينا ندخل في الموضوع. على ايه رايك يا كابتن مجدي؟ كل يوم هجوم شرس على اتحاد الكره، لازم يمشي. انتوا هتعملوا ايه يا كابتن مجدي؟ والله هو طبعا المفروض ان احنا لما وصلنا كاس العالم 90 الشعب المصري قاعد في حدود شهرين يمكن او ثلاث شهور فرحان وسعيد ومحدش بيتكلم غير على الانجاز دوت، ويمكن ساعتها الدوري اتوقف واتلغت الكوره والانديه حصل لها مشاكل، وعشان كده كان الانجاز فضل عايش. لكن احنا طبعا عندنا دوري ومفيش شك في التزامات، وبعد المباراه شغلنا الدوري عادي زينا زي الدول المحترمه يعني. فواضح ان في ناس صعب عليها ان احنا وصلنا كاس العالم. واضح ان في ناس زعلت ان مصر راحت كاس العالم وان احنا حققنا انجاز. وضح لي اكتر يا كابتن، انا عارفك صريح، بمعنى تقصد ايه ومين الناس دي؟ خلينا نفهم. انا بقول لك الناس اللي هي بتتكلم على بدات تتكلم على اتحاد الكوره، وبدات تتكلم على ان لازم يبقى في انتخابات، وبدات تتكلم على يعني الكلام ده لم يكن واردا اطلاقا. ولو عندك في تسجيل للمهندس خالد عبد العزيز كان بيتكلم فيه قبل التصفيات واحنا في تصفيات كاس العالم على ان اتحاد كره القدم هو الاتحاد الوحيد اللي وفق اوضاعه طبقا للقانون، وان هو الاتحاد الوحيد اللي اقام انتخابات، وهو الاتحاد الوحيد اللي عمل جمعيه عموميه غيرت من اللائحه بتاعته وعملت لائحه خاصه، والاتحاد الوحيد اللي عمل انتخابات في عز ما كل الاتحادات كان ممدود لها لحين الانتهاء من القانون. طب ايه اللي غير الموقف؟ اتغير ليه يا كابتن مجدي؟ والله بقى ما اعرفش الموقف اتغير ما اتغيرش. احنا كاتحاد كوره وكاعضاء مجلس اداره اتحاد كوره متمسكين بالبقاء المده القانونيه اللي الجمعيه العموميه اللي هو القانون الجديد كله بيتكلم على الجمعيه العموميه وحريه الجمعيه العموميه وان الجمعيات العموميه هي اللي تقرر. فالجمعيه العموميه الاتحاد المصري لكره القدم قررت ان احنا نكون موجودين اربع سنين من شهر 8/2016 الى شهر 8/2020. تمام. فلابد ان نحترم قرارات الجمعيه العموميه وما نرجعش بكلامنا. ولذلك احنا لا يوجد عندنا كاعضاء مجلس اداره الاتحاد نيه اطلاقا لتقديم استقالات. والله لو في حاجه غلط وعايزين يمشوا الاتحاد ما حدش يقول لنا قدموا استقاله. عايزين يمشوا لو قانوني ان احنا نمشي وما فيش مشاكل على كره القدم والاتحاد الدولي مش هيتدخل ومش هنوقف كره القدم في مصر وبعد ما وصلنا لكاس العالم يبقى في مشاكل دلوقتي تثار، يبقى اهلا وسهلا. انما لو في ضرر لكره القدم يبقى اللي هيلحق الضرر بكره القدم وبتجميد النشاط هم الناس اللي بينخوروا دلوقتي. هتتهم ولما بتقول تجميد النشاط هيقول لك بعدم الوطنيه وانت مش وطني والكلام. لا 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 لا, 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 لا مش وطني، مش وطني ازاي؟ اذا كان امال هو وطني اللي بيتكلم في كلام زي ده دلوقتي التوقيت ده هل هو وطني؟ هو مش وطني اصلا. صح صح، يعني هو مش وطني يعني اي حد يتكلم فيه ان اتحاد الكوره و و و و هو مش وطني. احنا النهارده المفروض بنستعد للمباراه الاخيره في تصفيات كاس العالم وبعدها بنستعد لتصفيات امم الافريقيه، وبعد كده بنعمل برنامج عشان مباريات وديه نبتدي نجهز فرقتنا للوصول لكاس العالم واللعب في كاس العالم ونكتشف مجموعه جديده من اللعيبه اللي ممكن تصلح انها تروح
لكاس العالم. فيعني مين بقى اللي عايز يوقف مسيره الانجاز اللي معمول؟ يعني ده كابتن مجدي خليني اسالك جمله واضحه برضو، عايز اعمل ربط كده سريع واستغل وجود حضرتك معايا. اتحاد الكوره بيشرب من نفس الكاس بتاع الاهلي دلوقتي؟ لا، الاهلي يقول لا، الموضوع مختلف، لان الاهلي اتمد لمجلس الاداره. مجلس الاداره قرر انه يعمل انتخابات، وفي انتخابات خلاص تم فتح باب الترشيح والاعلان عن ميعاد الانتخاب. فده موضوع وده موضوع مختلف تماما. انت النهارده لما جينا ننزل انتخابات، ما قلناش هننزل انتخابات لمده سنه، وما يصدر القانون هنعمل انتخابات. ما كانش حد فينا دخل انتخابات خالص، كنا استنينا لما القانون يصدر، وكان مجلس اداره جمال علام كمل، واخد بال حضرتك، وتمدله زي ما كل الاتحادات تمدلها، وقعد اذا كان ده كان قانوني. انما بما انه لم يكن قانوني، وبما اننا دلوقتي احنا في موقف قانوني مختلف تماما، وان الاتحاد الدولي جه راقب الانتخابات، فعلى المسؤولين ان هم يجدوا مخرج. اللي حطينا في المأزق ده مش احنا اللي كتبوا القانون، واللي عملوا اللائحه التنفيذيه، واللي و و و و والناس اللي موجوده. احنا لم يتم استشارتنا في اي حاجه. يعني انا موجودين من شهر 8/2016، لم يتم دعوتنا لمناقشه القانون او ايه ده. انتوا كم هو انتوا ما رحتوش؟ طب لما انتوا ما رحتوش والاهلي ما راحش والناس اللي هي الاسماء الكبيره، امال مين اللي راح؟ اللي راح ومين؟ ما اعرفش مين اللي راح ومين اللي عمل. فيعني على المسؤولين ان هم يتريسوا، وانهم يعني احنا قاعد معانا الباشمهندس خالد امبارح، الحقيقه بيقول انا ما اقصدش ان في انتخابات، ويعني التصريحات اللي ادلى بيها. ما هو اول ما طلع الراجل يعني مش ما يقصدش، المفرمه اشتغلت على الاتحاد الكور. ما هو لا، ما يعني ده بص، المفرمه مش هيعملها غير حد مش حابب وكاره. احنا مش عايزين نمشي ورا الكارهين. تمام. عايزين زي ما يحدث دلوقتي. النهارده احنا مصر استقرت الحمد لله، وعندنا رئيس جمهوريه قدر انه يامن مصر وينقذها من مشاكل كتيره. انت لو تفتكر كنا بننزل الشوارع عشان نامن بيوتنا وشققنا، وكنا بننزل وكان الكهرباء بتتقطع، وكانت الدنيا راحه في داهيه. النهارده لما يبقى في استقرار، ويبقى لازم نقول للي عمل كده متشكرين. ما ينفعش ان احنا انا وصلت لي وصل لي كلامك. انا كنت بتكلم من شويه، بس حاجه اخيره، عارف انا زعلان ليه على الموضوع ده كله؟ لان انت كنت بتقاتل تطلع رئيس بعثه، وتبقى لعبت كاس عالم وجبت جون ورئيس بعثه كده الدنيا. لا 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 لا، محدش هيسرق مجهودنا، خد بالك. لن نسمح لمخلوق انه يسرق مجهود هذا الاتحاد. احنا من ساعه ما جينا احنا عملنا عقد رعايه لاتحاد كره القدم بمبلغ غير مسبوق في تاريخ كره القدم المصريه. عملنا جبنا للانديه الدرجه الثانيه 33 مليون جنيه لاذاعه مباراه الدوري الدرجه الثانيه، ووزعنا فلوس على الانديه لانها محتاجه هذه الفلوس ومحتاجه هذا الدعم. تمام. عملنا انجازاتنا، وصلنا نهائي بطوله افريقيا، رحنا كاس عالم. طب عايزين انجازات اكتر. خليني اقول لحضرتك على حاجه عشان ابقى يعني مع بعض في علم الاداره، زي هو ده اللي انا بقوله من سنين. عملت انجازات وعملت حاجات كويسه، وكان في اخفاقات، وكان في قرارات خاطئه، وكان في قرارات صحيحه. ما هو في الاداره كده، مش كل القرارات أيوة صحيحه ولا كل النهارده. لما تيجي تتكلم على ايه اللي اخطانا فيه وايه اللي عملنا احنا. لا، كاس عالم دي كاس عالم انت بتتكلم فيها يا كابتن مام، سيئاتنا بكتير. كاس عالم دي تخلص اي حاجه، تمسح اي حاجه. يعني كاس عالم يا كابتن مام، يعني طبعا يعني بص ان شاء الله الامور ماشيه، واحنا على قلب رجل واحد في الاتحاد، واحنا ما عندناش واحنا بنساند الحق. مهاني ابو ريده ومجلسه لازم يكمل وقولا واحدا عشان وصلنا كاس عالم. يا شادي، اللي عايز يمشينا من غير ما يقول لنا قدموا استقالات. لو في ايده انه مشينا، يبقى في ايده انه قعدنا، انت واخد بالك؟ فيعني الناس لابد انها تعيد ثباتها،
والحاقدين لابد انهم يعني يهدوا شويه وما يبقاش الحقد واضح بهذا الشكل، عشان يعني احنا الحمد لله الجماهير كلها معانا والناس كلها مستندانا، والانجاز اللي احنا عملناه اسعد مصر كلها. احنا ليه بنحب نزعل؟ ليه دايما بنحب نحط تراب على الاكل اللي بناكله؟ ليه دايما الحاجه الحلوه اللي بنعملها بنرمي عليها تراب؟ احنا المفروض ما زلنا في فرحه الوصول للمونديال وفرحه الوصول لروسيا، والناس دلوقتي كلها بتتكلم على التذاكر وعايزه تروح تتفرج على المنتخب وعايزه تسافر روسيا وعايزه، والحجز لو بصيت على الحجز على الانترنت على الثلاث ماتشات بتوع مصر كلهم يعني في اكتر من 2 مليون مليون ونص دخلوا عشان يحجزوا التذاكر. طب عايزين ايه اكتر من كده؟ نجاح، وعايزين اكتر من كده كابتن كابتن مجدي عبد الغني عضو اتحاد كره القدم، بشكرك على كلامك اللي انت قلته، وانا بحب دايما لما بيبقى في مشكله تدخل تواجه، تدخل تتكلم وتفتح تليفوناتك والكل يواجه والكل يتكلم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن مجدي. مفيش ده من ايام بسيطه، الشعب كان فرحان ماسك العلم في ميادين مصر كلها، كرة البسمة كنا بنقول هنا هي مصدر السعادة، هي البسمة، هي الفرحة. لكن دايما المسؤولين لازم يعكننوا علينا، وأنا مش فاهم ده كان تكريم بعد ساعات من سيادة رئيس الجمهورية واستقبال الكل قال رائع، وإحنا لما شفناه أشدنا بيه مع اتحاد الكورة مع النجوم مع المؤسسات في الدولة مع شخصيات محترمة جدا، نيجي بكرة عشان مصالح لا نقعد كده بقى نفكر نفاصل، تديني الدوري او تديني الدوري او تديني الهايلايتس هاسكت، مش لا مش ما فيش حاجه بتمشي كده. فانا حلت لكم الليله في انتخابات ممنوع اي حد في العمل الاعلامي، قلت لكم الكلام ده من 4 سنين افتكروا، قلت لكم والله ده بيدور وده بيدي اوبشن بيدينا انا ميزه غير اي قرار تنزل بخاطب الناس وبخاطب الجماهير، وكل يوم استضيف لي 5 6 انديه لما اروح هيديني صوته لان انا جبته وطبطبت عليه وكنت حنين وهشتكته ودلعته. ده مش عند حد تاني نازل بيضطر يلف ويسافر ويروح. انه عدل ده. فالرياضه تدار سمك لبن تمر هندي وزود خروب من عندي. خليني اروح لموضوع مهم جدا جدا عايز اتكلم فيه، اتكلمت فيه الحلقه اللي فاتت بس بنفاجئ بالجديد، والحاجات دي الناس بتبقى مبسوطه بيها، بتبقى مبسوطه بيها لان في لعيبه عايشه في وجداننا، عايشه بيروح فلان ويجي جيل، في لعيبه كتير تعبت وبنت اسمها بالجهد والعرق واحترام الناس واحترام فانيله منتخبها واحترام تيشيرت ناديها. كل يوم يطلع لنا حد جديد بيتكلم عن رموز او عن لعيبه او هجوم. ما ينفعش ناس مش فاهمه كوره تطلع تتكلم كل شويه. ما ينفعش الناس دي تطلع تتكلم على كده، اللي ملهوش ماضي ملهوش حاضر، واللي لاعب سياسه هو يتحمل مسؤوليه اللي هو لاعب سياسه، لكن ما تنساش تاريخه ابدا. ما تمسحش تاريخ الناس باستيكه. ما تمسحش تاريخ الناس كده. احنا مش كده، احنا ولاد اصول. يا ولاد الاصول ارجعوا لنقاء الشعب المصري الجدعانه والشهامه والرجوله. ستات مصر كان ليها دور مهم جدا. هتقولوا لي مش معنى الستات؟ هقول لحضراتكم تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نعلق عليه. طلع كده هاشتاج في على الانترنت تريكا في كاس العالم. رأيي بقى في أبو تريكة إرهابي منتمي لجماعة إرهابية على قائمة فيها 1500 شخص ممنوعين، قائمة فيها 1500 شخص مع بعض التنظيمات الأخرى وعلى رأسها طبعا جماعة الإخوان المسلمين اللي هو بينتمي ليها، باعتباره بقى حد من الإخوان المسلمين هو فقد أساسا الانتماء الوطني وفقد فكرة ان هو يمثل الفراعنة في كاس العالم. ليه بقى نجيب واحد أولا بقاله 3 سنين بره المنتخب ما بيتدربش،
ما عندهوش اي تاهيل لا بدني ولا تدريبات، ونجيبه والناس تقول ايه علشان نديله بعض حقوقه ان هو يعني نديله البرستيج بتاعه باعتباره اشتغل مع المنتخب، وان هو ما تاهلش. طب ما هو ما تاهلش من خيبته، لان هو كان بيشتغل وقعد فتره وقعد اربع مرات يحاولوا يدخلوا ثلاث مرات يحاولوا يتاهلوا وما تاهلوش. ما يجيش دلوقتي بقى ويحاول يختصر من فرحه الفريق ويغطي على محمد صلاح. وكمان حدش يقدر يغطي على محمد صلاح طبعا حبيبي، اتعمل في وقت مش طبيعي في وقت متزامن مع فرحتنا، بحيث ان هو يبقى اتحط في دائرة الضوء واتسحب ده من الـ يعني فرحة المصريين بالمونديال. وده رأيي. صعب عليهم على صعب عليهم ان محمد صلاح بقى رمزه، كان المكسب الوحيد بيحاولوا الرمز الرياضي الوحيد اللي كان محمد صلاح يفرض انتهى هذا الموضوع. احنا عندنا احكام من المحاكم حكمت ضد لا انا مش عايز ارجع للحكم، لكن هو اللي قاله جرح هذا حصل، اللي قاله جرح جملة لازم نقفل بيها، انه الرمز الرياضي اللي بينتمي او المقرب من جماعه الاخوان اللي هو محمد بكري ده جا محمد صلاح اللي مسح تاريخ كل النجوم السابقين. وهو محمد صلاح احنا بنتكلم كوره ولا بنتكلم سياسه؟ لا بنتكلم كوره، بنتكلم كوره. محمد صلاح لا. جزء من نجاحه لا. كان وجود محمد لو بنتكلم كوره كان دخلنا التصفيات اللي فاتت يا باشمهندس عمرو، وفاز ببطوله ثلاث مرات يا جماعه، وخسر وخسر اكتر من مره، كرة فشل في التاور وهو حامل اللقب، هو لعيب له تاريخ نشكره كنا بنحبه ولسه بنحبه. يكفي انك نحول الفريق، لا حول الفريق للساجدين. احنا رجعنا فرعنا الكلام اللي عايز اقوله، ما تسيبوا الكوره لناس، ما تسيبوا الكوره لاولادها، ما تسيبوا عايزين تلعبوا سياسه. بتكلم على بوتريكه في السياسه انا موافق والغلطان يطبق عليه القانون، لكن لما تتكلم في الكوره لا انا اسف، لان حضراتكم هرجع اقول تاني كان ناس كتير قوي بيتقال على لعيبه الكوره اللي هي بتفرح مصر كانوا بيقولوا عليهم رايحين يلعبوا. ده مصر يا جماعه بص الدنيا بتعمل ايه وفيها ايه وبتاع، جاي تقول لي دوري، دوري ايه يا جماعه عيب. كان الناس تنزل في الشارع وده بيطالب وده يروح والدوري ودرجه ثانيه وظروفنا وحياتنا، وكان بيطلع ونفس الناس. انت مين يا ابني؟ انت هو كوره ايه يا ابني اللي بتتكلموا فيها؟ انتوا رايحين تلعبوا. النهارده رحنا كاس العالم بقى كل البرامج كوره، وان ده انتوا رجاله، ده انتوا زي الفل. انا ما بحبش المعايير المضروبة ما بتمشيش معايا، أنا أحترم الناس كلها وأحترم كل الآراء وأحترم السيدات اللي كانوا بيتكلموا وأحترم كل الآراء اللي موجودة أمام حضراتكم، لكن تعالوا بالراحة بالراحة. أصل في كلام خطير اتقال، أول جملة ما ينفعش تتقال أساسا من حد مثقف، اتقال لك إيه؟ طلع رأي على السوشيال ميديا أو هاشتاج بعد ما مصر وصلت كاس العالم. هو الهاشتاج بيطلع امتى؟ ما انا اقول ابو تريكه لما مصر ما تروحش كاس العالم هطلع هاشتاج عوده كابتن مثلا مصطفى عبده بعد ما نوصل كاس العالم؟ ما هو الهاشتاج بيطلع بعد الوصول، لانه نجم كبير، لانه نجم كبير، لان علمنا كلنا. ممكن كنت انا على المستوى الشخصي اكبر منه في السن واكبر منه او اقدم منه في النادي الاهلي، لكن جا علمنا اخلاقيات معينه، وجا علمنا انسانيات معينه، وجا علمنا حاجات كويسه. من غير ما ادخل في تفاصيل حكيناها لكم كتير، لكن ايه ده؟ ايه العبث اللي وصلنا ليه؟ بنفرح بكاس العالم، بقت القصه هاشتاج واحد قاعد في تكييف كتبه نفس الفكره تاني، ونبتدي نناقشه كان مصر ما فيهاش غير ابو تريكه اللي هو طلب يلعب في كاس العالم. والله انا افهم التوك شو الرئيسي اللي هو انتقد الرياضه وانتقد دوري يرجع، ايه ده؟ ايه اللي يرجع الدوري ده؟ إيه يا عم انتوا رايحين تلعبوا مش وقته، يا عم جماهير ايه وتعملوا لنا فتنه ايه وكوره ايه وزفت ايه؟ انتوا اللي قلتوا كده بالمناسبه. الكوره بقت جميله ولطيفه، عندنا هموم كتير جدا، حفش شبابك. طب ما دام بتناقشوا كوره، طب ما تتكلموا في عوده الجماهير.
طب ما تكلموا في المحبوسين، طب ما تكلموا في امور كتير، طب ما تكلموا في المدربين، طب ما تكلموا في عقود اللاعبين. اجيبها لكم ازاي؟ شغلتونا سجع يا ناس. ما تسيبوا الكوره لبتوع الكوره، فاهمين الظروف وبيعرفوا يتكلموا ومنضبطين وعارفين المشاكل الحقيقيه فين. لكن كلام 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 كلام. اي يقول لك ايه؟ ده قالوا جمله خطيره جدا. قال لك يعني خلوني اخد بعض الجمل اللي ما ينفعش ما اردش عليها للامانه. وهنا برسخ مبدا، احنا بنبعد عن اخلاقياتنا ليه؟ بنبعد عن اللي اتعلمناه ليه في حياتنا؟ اللي ملهوش ماضي ملهوش حاضر. يا فندم اللي بيتكلموا لازم يبقوا مذاكرين وفاهمين. محمد ابو تريكه لعب مع محمد صلاح في 2014 وما وصلناش كاس عالم. ما محمد صلاح كان موجود برضه ونجم كبير. واحنا في مجتمعنا اللي انتوا لازم تعرفوه في البعض بيشز مننا وبيمشي بتاع مصالح، لكن دي مش قاعده ابدا، مش قاعده، مش قاعده، مش قاعده. محمد صلاح الاثنين بيلعبوا في البطوله مع بعض، ده سنه كبير وعنده خبرات واخد بطولات لا تعد ولا تحصى. ومحمد كان لسه بيبتدي مشواره وكان في ثنائي يقول لك ابو تريكه ومحمد صلاح. ننسى ماضينا، ننسى الناس الكويسه، ننسى الناس اللي فرحتنا، ننسى الناس اللي اسعدتنا، ننسى الناس اللي كسبت بطولات، ننسى كل حاجه كويسه. ده دفاعا مش عن ابو تريكه بس، عن احنا ما بنتعاملش كده. احنا بنكبر بعض، انتوا بتعملوا فتنه ما بيننا. انت لازم يبقى عندك السوبر ستار ونجم النجوم والباقي كانه كنز. انا بقول الحقيقه اهو. وبتنسى الباقي اللي هو عرق وشقي، فمن هنا بتصنع واحد والباقي كله كانه مش موجود. انتوا اللي بتعملوا كده. التخصص مش موجود، وبعدين ايه بقى؟ كل واحد ينظر لك، ده فاهم اكتر من ده، وده لو لعبنا بمعارف ايه ابو تريكه عايز يروح يلعب مش عارف فين. مفيش كده. مش فاهمين، مش عارفين واحنا بنقول لكم. فغيرنا سنين طويله شافوا الكلام ده كانوا موافقين. الاستاذ الدكتور فلان الفلاني الخبير الاستراتيجي اللي مش عارف ايه، انتوا كله بيفتي في كله. تروح تقعد مع اي حد يكلمك، هو انت كنت زمان ضيعت ضربه الجزاء دي مش عارف، ده ابو تريكه كان بيعاملك وحش وكان مغرور. لازم نرجع لاخلاقياتنا، لازم نرجع لمبادئنا. ارهابي ارهابي، هو لما فرح مصر ما كانش ارهابي. انا بتكلم كوره، ماليش دعوه بالسياسه. انا بتكلم على البني ادم اللي عاشرته ومحترم. بتكلم على البني ادم اللي كان بيلبس تيشيرت منتخب البلد وحاطط علم جنوب افريقيا في اوضته. ده اتقال جمله يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. بيسرق حق، بيسرق مجهود زمايله. هو قال حاجه، هو قال تصريح، قال انا ما بسرقش مجهود. انت بنعمل حاجه من لا شيء ليه؟ بننسى الجمله دي، اهم جمله. ارجع لي يا جماعه، ارجع لي، لان الجمله دي مهمه قوي. الجمله اللي جايه دي مهمه جدا. خلاص الناس عارفه بتوع الكوره كلها اللي هم كانوا بيلعبوا مع بعض. وعندنا لا، عندنا تاريخ كبير جدا في الكوره، عندنا نجوم واسماء تهز جبال. ما تحصرليش الكوره عند اثنين وثلاثه. لو انتوا عملتوا كده في الاعلام سنين طويله ومش فاهمين كوره، لا، الكوره فيها نجوم تقيله بتروح تشرفنا في كل مكان، ومنهم ابو تريكه. هو ارهابي، بس ارهاب القلوب. لما بيجي اسمه الدنيا بتنتفض عشان بيحبوه. نختلق، هل في حق؟ لو في حكم انا اول حاجه مع القانون، لازم صوت القانون في حكم عليه وخلاص القضاء قال كلمته. لكن ما في لسه، ما في، مش شايفين حاجه، على لسه في حاجات شغاله مش عارفين ايه. اقعد اوزع التهم، عارفين اللي بيقعد يتهم حد بره من غير مستند 3 سنين؟ انت بتنطق ليه؟ بتهاجم الناس ليه؟ لكن السلطه كل يوم حرام بقى. والجمله المهمه اللي عايز اقولها ما قلتهاش المره اللي فاتت، ليه قلوبنا بقت جحده؟ ليه قلوبنا ما بقتش صاحيه؟ ليه بقانا بنحاول نكسر في بعض؟ ليه بنحاول نقلل من بعض؟ ليه بننسى تاريخ كل واحد محترم؟ ليه ما بنفكرش اللي ده عنده اسره وعنده اولاد بيدرسوا وبيشوفوا زمايلهم وبيتكلموا معاهم ويسمعوا يتقال على ابوهم كده؟ الضمير هيصحى امتى؟ والرحمه اللي في قلوبنا هتظهر امتى؟
جدعانة المصريين هتظهر امتى؟ عنده أسرة يا ناس، فلتقل خيرا أو تصمت. كفاية تقطيع في الوش وفي الهدوم وفي الصدر وفي الدراع، ما سبتوش حاجة في الراجل، ما سبتوش حاجة في الراجل. ومستنيين كلمة القانون وكلمة القضاء. لكن كفاية بقى. بالمناسبة في نفس البرنامج شفنا أبو تريكة نجم النجوم بيروح يتكرم في كل ملوك العالم، وإحنا هنا بنعامله، شوف مش عايز أعرض الكلام ده. كفانا بقى من أقصى اليمين لأقصى الشمال، والأخ بيقول لك إيه؟ ده جاي يسرق حق زميله، يسرق مين يا بيه؟ ده 8 سنين مع النادي الأهلي ولا 7 سنين؟ بطولات وإنجازات، ده أسرته وولاده وإحنا. اتمنى ان اخلاق ولادي يبقوا ربع اخلاق الراجل ده، يطلعوا ربعه، لو ربعه انا ماشي. ده كلام لازم نقوله النهارده وبكره وكله عشان نرسخ مبدا، نرسخ قلوبنا الرحيمه فين. ما بنحطش عنده اولاد في اعتبارنا ليه واحنا بنتكلم؟ بنوزع التهم ليه؟ مفيش دوله بتنهض بتعمل كده، تروح ضيف تألف في الناس على مستوى النادي وعلى مستوى الرياضة وعلى مستوى الرموز. انت تروح ضيف تلتزم بالأخلاقيات، اللي يروح ضيف يلتزم بالأخلاقيات ويراعي ربنا. مش كده، مش كده كتير كل مرة. وبعدين كلام بقى، بصوا بقى أخطر جملة في الموضوع هقولها. الحمد لله اللي اتحول من اسمه المنتخب الساجدين لمنتخب الفراعنة. يا نهار اسود، ده انا بكلم ناس مثقفة. ده حتى يعني اقول ايه؟ انا بجد ما عنديش حاجة اقول. طيب مش هوضح، مش هوضح، خليني اعلق. عارفين يعني ايه منتخب السجلين؟ مش ابو تريكة اللي عملها. هحكي لكم لأول مرة، الواحد بقى هيطلع لكم حاجة من الصندوق الأسود. اتقال على منتخب الساجدين، اتقال في 2008 واحنا في غانا. مرنا في صعوبات، اول يوم رحنا اتنقلنا الفندق لفندق جديد جدا جدا. اسمعوا القصه دي وهتفهموا حاجات كتير جدا، وليا تعليق على الكلام اللي انا سمعته، عشان تعرفوا قيمه لعيبه منتخبكم، عشان تعرفوا لما بنروح بنرفع علم مصر بنلتزم بوطنيتنا واخلاقنا وجدعانتنا والايثار اللي انتم ما تعرفوهوش. انتقلنا الفندق جديد، خلي حد يكذبني في اللي انا بقوله. كان معانا مرافق للبعثه، كان عايش في السعوديه، هو غاني بس بيتكلم عربي، مرافق بيتكلم معانا، فاهمينه وفاهمنا، عاوزين احتياجات كذا، وبالاوردر بياخده من الكابتن حسن شحاته. لقينا المدينه فيها نسبه فقراء كبيره جدا 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 جدا، فابتدينا نعمل حاجه كويسه ما بيننا وما بين بعض. صاحب الفكره هو المنتخب، ما كانش ابو تريكه، لكن هو كان بيتكلم مع الراجل. عايزين كنا بنجيب اعتقد عجلين ونذبحهم ونجيب اللحمه دي نوزعها على الفقراء، عشان كده ربنا بيكرمنا من واسع. نروح نقابل كوت ديفوار، طاحن بلغه الكوره، غينيا اخوات بنجوره سته، وهيقابلنا بعد كده تلاقي ربنا كرم، الجون يتصف اول دقيقه. ما هو ربنا معاك عشان بتعمل خير. اتقال عننا ليه بقى منتخب الساجدين غير الخير اللي كان بيتعمل قبل كل، اعتقد كل تمرينه وصلت في الاخر لكل تمرينه بنعمل ده وتتوزع مع الراجل دوت. انا اتمنى كان اسمه حسين، اتمنى ان انا افتكر اسمه، وكان نلم من بعضينا كلعيبه ونعمل واجب. انا عيب اللي انا اقول الكلام ده، بس لازم انتوا تعرفوا الحقيقه اسم منتخب الساجدين سببها ايه. فعم حسين ده لقى اللعيبه بتتكلم في خير وبتتكلم في حاجات كويسه، قول لنا لو في حاجات نعملها ربنا كرمنا، مش عايزين الفلوس اللي بتجي لنا. كان الرعايه كانت بتيجي وقنوات تسجل اتعملت بماديات، وده كان ذكاء الكابتن سمير زاه. ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ربنا بيكرمنا اكتر واكتر واكتر. الراجل الغني ده جاء عرض على ابو تريكه حاجه مهمه جدا، قال له في جامع هيتهد لو ما اتدفعش مش عارف 24,000 دولار. فابو تريكه على طول راح للعيبه غرفه غرفه، جه اتكلم، يا جماعه في كذا كذا كذا. عم حسين لما عرف ان احنا ناس بنروح للخير والكلام ده، في جامع بيتهد هناك وهتتاخد الارض دي،
مين، مش عايز اخش في تفاصيل اكتر من كده، احنا عارفين التفاصيل كانت اقوى من كده، فقلنا نلحق بسرعه. ابو ترجع عرض، اجتمعنا اللعيبه، عرض الامر مع كابتن الفريق وقتها كان احمد حسن وعصام الحضري، وانا كنت ثالث، اعوذ بالله من كلمه انا كنت ثالث، وكل اللعيبه اللي كانت موجوده في 2008 كل لعيب كل حاجه كانت معاه دفعها لابو تريكا، مش هو لوحده، فالدفع كوننا الفلوس والزياده، ادينا الراجل الفلوس، الحق ادي الناس اللي بيبنوا الجامع والحق الارض دي. فكان الاتوبيس بيمشي في غانا، الموضوع انتشر والصحافه كتبته هناك واحنا ما نطقناش اساسا. اتوبيس مصر كان بيمشي في شوارع غانا، يشوفوا علم مصر على الاتوبيس يعرفوا اللي ده، كل اتوبيس بعلم البلد. غانا كلها كانت تسجد في الارض كده. فكنا نستغرب، كل يوم تمرين، كل يوم محاضره قدام الفندق، الناس تشوف تيشيرت منتخب مصر وهو ساجدين في الارض. فمن هنا طلع اسمه منتخب الساجدين. لكن لما انتم بتسمعوا نقف حاجه زي كده بتقولوا نسينا المحفظه ومش عارف ايه ده، الحساب البنكي قافل النهارده، مش موجودين. فاحنا لينا دور مجتمعي بنعمله، لكن مش لازم نطلع في التلفزيونات نعلنه. وده كان حقيقه كلمه منتخب الساجدين. فمن هنا مسمى منتخب الساجدين افضل بكتير قوي من الفراعنه. وكفاياكم ظلم للناس، نحترم الرموز ونحترم النجوم ونحترم اللي اسعدونا، وبلاش فكره النهارده الموجه فين فاشتم ايه ده، وفي الاخر مش هيبقى لنا كبير باللي انتوا بتعملوه، مش هيبقى لنا كبير. ومحموقين قوي وبتوقعوا ما بين اللعيبه، محمد صلاح لعيب كبير، وابو تريكه لعيب كبير، وفلان الفلاني لعيب كبير، وفلان الفلاني لعيب كبير، واحنا بنحمي بعض وبنحافظ على بعض، وكل واحد له قيمه سواء في النادي بتاعه او في المنتخب، احنا بنتعامل كده. لكن اللي انتوا تفرقوا ما بين الكل ودوت وهيروح ياخد حق زمايله، على الاقل لو انتوا بتقولوا كده، ولا اتربى في النادي الاهلي جوه ده، ولا في منتخب مصر وبلده هو لابس تيشيرت بلده وعمل ده، ارجعوا للثوابت اللي احنا اتعلمناها، الاخلاقياتنا المحترمه، ارجعوا للانضباط في الكلام، ارجعوا لكلمه الحق، ارجعوا. لان انتوا لو كنتوا شفتوا ابو تريكه، اعتقد لو كنتوا شفتوه من سنتين ثلاثه قبل اللغط اللي انتوا بتعملوه، كنتوا هتجروا باولادكم تتصوروا معاه. هي دي الحقيقه اللي الكل بيخاف يقولها. القانون يقول كلمته، في غلط كلنا مع القانون لان احنا دوله قانون، والقضاء يقول كلمته. مفيش حاجه اتقالت، محدش يعمل لي وطني اكتر من التاني. هرتونا وطنيه، واول ناس في الغرف المغلقه بتقطعوا بعض وتشتموا بعض وتموتونا وتغيروا رايكم كل ثانيتين. حتى تعال نقول لكم اعملوا حاجه لمصر، نفسي اسمع بقى اللي هم بيشدقوا بالوطنيه. ما مصر محتاجاك من الملايين اللي بتاخدوها، ادفعوا منها شويه، ادفعوا منها شويه عشان تتساوى الامور. لو كل واحد تبرع بزكاته الطبيعيه، اقسم بالله، اقسم بالله مصر دي هتبدل. لكن عباره عن فكره ازايد على وطنيه الناس، اعمل نفسي انا اللي وطني والباقي كله مش فاهم حاجه، تحت مسمى كبر كرشك. هي دي الحقيقه، والله العظيم دي الحقيقه، اقسم بالله دي الحقيقه. طب تعالوا نشوف ابو تريكه بيرد على ده كله بيقول ايه في فيديو جديد، تعال نشوف. جيل ده يشرف مصر ان شاء الله والعرب ان شاء الله. ما طلبوا ابو تريكه يكون في كاس العالم، ابو تريكه باذن الله راح يكون مع بي ان سبورتس في كاس العالم محلل ان شاء الله. عايزك تلعب هم صعب، مش عايز تاخذ وقتك وقت غيرك طبعا. وبعدين الجيل ده تعب في الوصول، فمن حقه ان هو يبقى تواجد لوحده ان شاء الله. لان الناس دايما لا تنسب المجهود للاخرين، لا هم تعبوا في المجهود للتصفيات، وحقهم ان شاء الله ويشرفوا مصر والعرب ان شاء الله في المنظر ان شاء الله. مش هتكلم كتير، اتكلمت في كل حاجه. اتمنى بعد اللي قاله ابو تريكه، انا الكلام ملخص نفسه، ما اخدش حق زمايلي، انا رايح احل، انا ما عرض، انا ما اتكلمتش. الراجل ناقص يقول يصرخ كده انا ما اتكلمتش، ناس هي اللي عملت كده، حرام بقى. يا استاذه اللي اتكلمتي، ويا استاذه اللي انا بحترمكم جدا، لما شفت الراجل قال ايه، ده كلامه هو بقى، ولا مكتوب تويته ولا فلان تبرع له، اللي هو يكتب من دماغه، وبنناقش مواضيع من غير مواضيع. عندنا حاجات تهم البلد كتير قوي نناقشها، ونقف جنب المواطن ونتكلم في نوعي شباب، عندنا حاجات كتير قوي نتكلم فيها. وسيبوا الرياضه اللي بتفرحكم ومصدر السعاده في حالها، كفايه توقعوا فيها شمال ويمين،
لكن بعد الكلام اللي الراجل قاله يا استاذه ويا استاذ قولوا له احنا اسفين، قولوا له كنا فاهمين غلط، قولوا له احنا ظلمناك، قولوا له انت فعلا متربي وابن ناس محترم، ولو القانون والقضاء قال غير كده احنا هنبقى مع القانون والقضاء وانا هبقى معاكم. نطلع فاصل سريع واستقبل اثنين من نجوم النادي الاهلي الكابتن ياسر رياح. مرحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي فقره الضيف مع اثنين من نجوم النادي الاهلي الكابتن ياسر ريان. مرحب بيك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن شادي، بتفائل بيك كده بالماتشات المهمه؟ متعود شكلك كده. ماتش مهم. الحمد لله. الحمد لله والحمد لله رب العالمين، متفائلين فعلا باذن الله. يعني كمان خلونا نرحب بواحد من اسود دفاع النادي الاهلي كابتن عمرو الحديدي. كابتن عمرو برحب بيك ووحشت. ربنا يخليك يا كابتن شادي، انت اكتر يا حبيبي، ربنا يكرمك. انتوا بقى اصحاب بيت، وزي ما قلنا في 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 كل حلقه بتبقوا موجودين معانا. عايزين تبتدوا منين؟ نتكلم منين يا كابتن ياسر؟ يعني هنبتدي من اخر حاجه النادي الاهلي انتهى بيها، يعني اللي هي ماتش الرجاء طبعا، وكانت من الماتشات يعني اللي عجبك قد ايه الاهلي؟ اه طبعا، وخاصه خلي بالك ماتشات الدوري كلها بقت صعبه، فبقيت المباراه اي مباراه كانت الناس بتستسهل المباراه كمان اللي هي بتبقى سهله، الفرق اللي هي ما عندهاش نقاط مش تقلان فيهم، بس بيبقى الجدول ده، وانت جربت الموضوع ده وانت بتلعب الفرق اللي بتبقى في قاع الدوري ده، وبتبقى تقلقك، وخاصه انت بتخش المباراه بجديه قوي غير ما بتلعب الفرق الكبيره. فالمباراه كانت الاهلي كان كويس جدا من وجهه نظري، بس في نفس الوقت الرجاء مش هو الرجاء اللي كنا نعرفه. معلش برضه، ما هو بيلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي برضه فرقه كبيره، وهو برضه عماد النحاس بالفرقه اللي موجوده، هو عاوز يطلع برضه، شايف ان الفرقه، انا سمعت له احاديث كتير، هو شايف اللي فيه نواقص قوي كانت يعني ضعيفه، لو الفرقه التكوين بتاعها الكامل مش هو، او الفرقه اللي موجوده دي مش هي اللي تلعب دور ممتاز. يعني كان موجود الكابتن خالد قماش، هو اللي اختار اللعيبه، هو اللي جاب اللعيبه، طبعا بتبقى في الاول في الاخر عين مدرب، ودي ليه وجهه نظر، ما فيش فيه مشكله، وفق او ما وفقش دي حاجه، لكن المباراه بالنسبه لمباراه النادي الاهلي، وخاصه انت بتلعب النجم الساحلي، اولا عايز تكسب، ثاني حاجه انت خايف برضه اللعيبه تتصاب، وضل برضه حصل والاصابه ده ربنا سبحانه وتعالى، ثالث حاجه ان انت برضه عندك مسيره الدوري بعد ماتش النجم عندك اللي انت لو قدر الله خدت انذارات برضه بتفرق مع لعبه النادي الاهلي برضه، في عدد كبير موجود على دكه الاحتياطات، وفي لعيبه بتبقى بره، وفي لعيبه بتاخد فرص، لكن في مجمل لا، النادي الاهلي المباراه قدم مباراه تفوقه، انت عارف المباراه اللي بتبقى طالع بسكور كويس ده برضه بتدخلك. وخلينا اقول بقى كلمه كوره بتتقال دايما، الفوز بيجيب فوز، والهزيمه بتجيب هزيمه، والتعادل فالحمد لله ان انت فوز مريح ايه ده، بس مع النادي الاهلي الهزيمه ما يجيبش بفضل الله هزيمه، يعني انت عارف كده برضو، ممكن لو خسرنا مباراه ما نخسرش الثانيه، واذا خسرنا بطوله ما نخسرش، دي ميزه النادي الاهلي. كابتن عمرو هتتكلم عن المباراه اللي فاتت، عجبتك فنيا داخل الملعب واداء اللاعبين بالكامل؟ بص يا كابتن شادي، يمكن كان في حاجه للكابتن حسام، تمالي الناس بتقول ان الماتشات بتاعت الدوري هي بروفا الماتش افريقي. لا، الماتش النجم ده ماتش كابتن حسام بيبقى عامل زي حسابات، اجنده حسابات، بعدي الماتش وبكسب منه 3 بونت، زي ما انت بتقول ان المكسب بيجيب مكسب. في نفس الوقت كان حته التجانس لعدم وجود احمد فتحي للايقاف، ان يكون في رامي ونجيب وسعد، دي مهم قوي، ويكون محمد هاني موجود، في حاجات في كواليس او في تكتيك الملعب نفسه، عايز الكابتن حسام يبقى اللعيب رجله في الملعب. اقول لك على حاجه، برافو عليك اللي انت خدت بالك، انا كنت في المباراه وشفت الكابتن حسام في الاول سخن عمرو السولية، تمام، وبعد كده فكر شويه، وقف كده وفكر واتكلم مع جهازه، نادى عمرو قعده، وراح جاي مسخن محمد نجيب، وراح جاي لعب نجيب جنب سعد، وراح جاي مطلع رامي في وسط. كل الناس كانت بتتفرج على الماتش ان الاهلي بيلعب ثلاثه، ثلاثه ورا، العكس هي ما كانش ثلاثه بالظبط، هي كان بيلعب ليبرو مقلوب، سعد ونجيب ورامي قدامهم عشان يبقى فيه حريه تحرك لنص الملعب، لمؤمن وللي موجودين. هاني لو خدت بالك اول ربع ساعه كان شغل على طول علي معلول، بعدين ابتدى يبقى فيه هدوء، خلاص انت وصلت للتهديف، وقف اهدى، خلاص في ماتش مهم، في ممكن يبقى عندك حمل زياده تتعب، هدي من روعه زيادته باستمرار. الماتش بالنسبه للنادي الاهلي مش عايزين نقلل من قيمه الرجاء ونقول هي بروفا، لا، عايزين نقول ان هو مشهد مهم جدا الاهلي يحس فيه بسكور التهديف عشان يبقى بالنسبه له الماتش بتاع يوم الاحد
قرب وخليني اقولها في اللي احنا اتعلمناه. يعني بتبقى بتلعب في كذا بطوله وكلنا اتربينا على ده جيلكم وجيلنا والجيل اللي بعد كده والجيل اللي قبل كده، ان في فكره بتلعب في الدوري تركز في الدوري مالكش دعوه انسى افريقيا بالظبط، بتكسب الدوري يجي يقول لك ثاني يوم اقفل صفحه الدوري فكر في ماتش افريقيا بالزبط. في ماتش افريقيا. بس كابتن ياسر يعني خلينا نتكلم معاك بصراحه، لعيب زي حسام عاشور طبعا البركه في الرجاله اللي موجوده ومش عايز اعمل ستريس على الموضوع ده لان في رجاله وفي ماتش، وهي ماتشات اللعيبه دي حسام عاشور والفريق هيفتقد وهو احمد فتحي اثنين عناصر مؤثره جدا. مفيش شك طبعا ان حسام عاشور لعيب زي ما بيقولوا رمانه الفريق فعلا، وعدم وجوده في المباراه طبعا مفيش شك لعيب مهم بالنسبه للنادي الاهلي. بس في الاول وفي الاخر برضه انت عارف النادي الاهلي برضه احنا طول عمرها ما بنقفش على لعيب، وحسام عارف كده واللعيبه كلها عارفه كده، والدليل هو ربنا يشفيه طبعا فيه. لكن اي لعيب بيلعب في 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 ال 11 في الملعب ده بيبقى حاجه كبيره قوي ليه وللنادي الاهلي والمنتخب مصر. ففي الاول وفي الاخر اللعيب اللي بقى موجود يعني حسام عاشور مش موجود، هتلاقي كابتن حسام حتى وعلى طول زي ما انت بتبص بص على على رامي ربيع ممكن يأدي في الحته دي بشكل كويس، ممكن عندك عمرو سليم رايح علشان يبقى جاهز في المباراه، عندك عبد الله السعيد انا جالي معلومه ان عبد الله الحمد لله نزل التمرين النهارده تقريبا 100 مش 100% بس شارك في جزء من التدريب. يعني انت عندك حلول، وزائد كمان انت بتلعب مباراه ما ينفعش الماتش ده يتقسم على اثنين. احنا كنا بنقول احنا بنلعب الشوط الثاني هنا في القاهره، لابد اللي يلعب حسام يلعب رامي يلعب ايا كان مين ال 11 اللي يمثل النادي الاهلي لازم يعرفوا. الا النادي الاهلي عمل مشوار طويل قوي في بطوله افريقيا، عدى ماتشات كتير قوي، وكمان اخرها كان ماتش الترجي. يعني انت بتتكلم في حاجه كبيره قوي، عشان كده لعيبه النادي الاهلي عارفه مسؤوليه المباراه وعارفه ايا كان مين اللي هيلعب. يعني انت عارف في مباريات كده بتقابلنا ما بتفرقش معانا مين اللي هيبتدي، وتلاقي ممكن تكون انت اصلا بعيد عن فرمه المباراه وتاخد مباراه زي ده تلاقي نفسك جاهز وبدنيا وجاهز فنيا وكله. فهي المباراه بالنسبه للنادي الاهلي مباراه بالنسبه لنا زي ما الكابتن عمرو كان بيقول بروفا، هي في الاول هي بروفا كويسه، يعني هي لو النتيجه لينا مش ايجابيه لكن تتعبنا نفسيا. المكسب مكسب حلو ومكسب بيطمن على اللعيبه سواء في 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 الخط الهجومي في خط الوسط في خط الدفاع. برضو كان لازم الكابتن حسام كان يطمن على الحاله بتاعت اللعيبه، بس لعيبه النادي الاهلي برضو لابد لازم تعرف اللي فرق بين اللي انا بلعب دوري مصري طبعا احنا عندنا الدوري بقى الحمد لله قوي، بس انا بلعب فرقه قويه رخمه بلغه الكره. احنا قلنا متفقين قبل كده يا كابتن عمرو اللي فرقه النجم ومباراتها اصعب من مباراه الترجي للحافل، شايفين الفريق المميز اللي عنده امكانيات كبيره الاهلي يخرجه، فمن هنا جت الصعوبه اكتر واكتر. بص يا كابتن شادي احنا تملي اما لعب ماتش الترجي هنا في مصر شفنا يعني ان النادي الاهلي ممكن ما اداش بالصوره اللي احنا متوقعينها. هناك شفنا في الماتش اللي هناك في تونس النادي الاهلي ادى باداء ملفت لانظار الناس كلها. العكس صحيح، اما لعبنا مع النجم هناك عفوا احنا بنقول النجم فرقه كويسه بس احنا ممكن نقول النادي الاهلي ما كانش موفق، احد عناصره ما كانوش موفقين هناك في سويسرا. في مصر احنا بنقول ايه، خلاص النادي الاهلي حفظ الناس كلها الدروس بتاعت الالتزام بتاعت الروح بتاعت المكسب ده قبل النهائي. خلاص احنا المشهد الاولاني عدى، ما فيش مشهد 2-1 لا بديل عن الفوز. زي ما احنا فرحنا والمصريين كلهم فرحوا بكاس العالم، احنا برضو بننتمي للنادي الاهلي، احنا نفسنا نشوف النادي الاهلي هو بطوله افريقيا موجوده. مش بنتفرج عشان نقول دي عدت ودي عدت ودي عدت وانتهت، لا النادي الاهلي بيضم لدولاب بطولاته بطوله جديده، هو مش بطوله جديده ولا حاجه، لا مستمره موجوده باستمرار عندنا. فالنادي الاهلي يعني اعتقد ان هم كابتن حسام ومجلس الاداره واللعيبه والجماهير المتعطشه النادي الاهلي ينهي ويحسم المباراه القادمه، احنا قبلهم امنيه حياتنا بننتمي للفانله الحمراء بحته معينه، بنخلص لهم بحته معينه. وزي ما انت كنت لسه بتقول قبل ما نطلع مع حضرتك ان حته السوشيال ميديا بقى والكلام وزي الناس بتكبر الموضوع ودوت ودوت ودوت، الناس دي فاضيه يا جماعه، بتعمل شطه للموضوع، بتعمل بهارات للموضوع ملوش اي لازمه غير ان احنا عايزين نعيش هاديين مش لازم نعيش متوترين. ده مهم جدا. واحنا بنعيش هادين ولا متوترين؟ لا متوترين على طول. هو كان جاي مشدود بس هقول بعد شويه في كده. كابتن ياسر اول ما انتوا الاثنين دخلتوا اتفقتوا في نقطه مهمه جدا، قلت لي حلوه شحن البطاريات دي. ان الجماهير الاهلي لما بتبقى موجوده في التتش بتفرق،
ومع النادي الاهلي وبتدي الباور، احنا مساندين والرسائل اللي بيقولوها بتوصل للعيبه. ما انا سالتك السؤال ده ليه عجبتكم بقى كشحنه البطاريات؟ لا ما دي حقيقه ان لعيبه النادي الاهلي بتبقى كل فتره كده، وخاصه المباراه بدون جمهور. فانت يعني فرقت معانا في ماتش الترجي، فرقت معانا قوي قوي. انا كنت اعتقد فرقه الاهلي مسافره بكره تقريبا اسكندريه تقريبا، يعني صح مظبوط المعلومه دي عندي مظبوطه؟ فانت بالنسبه لك انت حاجه زي كده برضو لما الجمهور يجي لك، هو خلاص الجمهور جاي لنا في استاد برج العرب، وانا من ضمن الناس ان شاء الله اللي راح زي متفرج لازم اساند النادي. امال احتمال يلعب؟ لا احتمال يلعب. احنا هنا قلنا افريقيا يا اهلي، ودينا رسائل للجمهور بتاعت تروح كلنا كل واحد هيروح نجم. لا مفيش حاجه اسمها لا نجم. انا راح اشجع واقف واقف جنب النادي الاهلي. احنا ما احنا رايحين نصور يا شادي، احنا رايحين عشان بنساند النادي الاهلي زي ما احنا. مين اللي احنا نبتدي قبل الجماهير طبعا؟ اقصد ايه عشان احنا قلنا رساله للجماهير اللي رايح من اول دقيقه تقف وتساند وفرقتك من غير ما تعمل استرس عليها. الذكاء في التكتيك. انا مش بضغط يا كابتن شادي. النادي الاهلي عموما جمهوره بيحب قوي جمهوره والله بجد. حتى واحنا بنتفرج واحنا كنا لعيبه وبعد ما بطلنا احنا بنحب النادي الاهلي، بنحبه الكيان بتاعه بنحبه جدا. فعشان كده ما هنروح المشوار ده مسافرين، عشان احنا رايحين عشان نتفرج، وعشان في نفس الوقت ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي يفرحوا جمهور مصر. يا رب. احنا بنتكلم على 90% من الشعب المصري بيشجع النادي الاهلي، مش تقليلا في الفرق الاخرى زي الزمالك والفرق، لكن النادي الاهلي شعبته قويه جدا مش في مصر بس، في الدول العربيه والافريقيه، وليه اسم كبير. ويمكن انا باخد من المدرب التونسي اللي قال لك لولا النادي الاهلي في افريقيا انا كنت زمان متربع على افريقيا. يعني تخيل لما مدير فني تونسي يقول الكلمه، يقول لك النادي الاهلي بالنسبه لي صداع. فالحمد لله النادي الاهلي هو اللي بقاله لنا سنين هو اللي بيفرح جمهور الكوره في مصر، سواء بطولات افريقيه سواء دوري وكاس. احنا نتمنى ان شاء الله، احنا بنبص مش لان احنا ناخد بطوله افريقيا، ان شاء الله يبقى النادي الاهلي موجود في كاس العالم للانديه. ده طموحنا. عشان كده اللعيبه لازم تبقى مركزه قوي 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 في المباراه اللي جايه ان شاء الله. كابتن عمرو، مش هبعد عن موضوع الجماهير، لان دور التوعيه مهم جدا، لكن انت اكتر من مره كنت تقول لي، وخصوصا كمان قبل ما حضرتك تتواجد معايا على الهواء، ان نوعيه التشجيع دي اللي احنا بنشوفها والاغاني دي اللي انت كمان بتكررها، كان نفسك تلعب مع الجماهير دي والرسائل اللي بيقولوها اللاعبين قبل المباراه المهمه. كابتن شادي، هو الضغط على اللعيب، هو اللعيب عارف هو عايز ايه. المفروض انت الامر مش اختياري، الامر اجباري، ان انا شيء مجبر عليه ان انا اسعد دول كلهم، اسعد ال 100 مليون ال 90 مليون زي ما كابتن ياسر بيقول، اسعدهم انا اولا بصفه عامه اسم النادي الاهلي، بصفه خاصه اسمك انت كلاعب كوره جوه النادي كان اسم النادي الاهلي. صح. احنا بنقول لما الكابتن ياسر بيقول لك انا رايح اشجع، انا رايح اشجع مين؟ بيت ياسر القديم. ان احنا كنا في يوم من الايام فصل من الفصول اللي بتعدي، بدات بجيل كبير، جيلنا، جيلكو، الجيل المتواجد، وفي غيرنا. الجيل دوت بيعمل اللي حصدوه غيرهم كتير. انت بتضيف لاسم النادي الاهلي بصفه عامه وبصفه خاصه لاسمك انت. الجماهير اوعى تتخيل ان هو حزين من جواه ان هو يروحك حزين او يروحك مكسور الخاطر او مش مجبور الخاطر، بالعكس هو عارف هو عايز يعمل ايه. انت المفروض لاول دقيقه لاخر دقيقه زي ما بنشوف في الدوري الاوروبي، دعم دعم دعم. هتيجي لا قدر الله، لا قدر الله دخل في النادي الاهلي جون، يبقى مش نهايه العالم. تتوقع كل السيناريوهات كده، انت بتعمل نفسك سيناريو 2 و3 والبدائل بتاعتهم. توقع ان النادي الاهلي هو انت اكسيد الحياه بالنسبه له، انت طول النجاه، انت ورقه الاجابه اللي هتفرح الناس دي كلها. فما تبخلش عليه انك تبقى سنده الاول دقيقه لاخر دقيقه. كابتن ياسر، اتكلمنا على فكره ان النادي الاهلي خسر 2-1 والنتيجه افضل نتيجه سيئه، وما حبيناش نتكلم في دوت عشان النادي الاهلي دخل على بعض المباريات واللعيبه كانت قاعده وقت طويل قوي، فحبينا نبقى عامل مساعد. كده كان لازم تكسب حتى، يعني اي نتيجه مفيش شك لازم تكسب. وكابتن حسام البدري بيعرف يتعامل كويس جدا من وجهه نظري مع المباريات الكبيره، سواء طريقه لعب او تشكيل بالظبط. بص يا كابتن شادي، هو بالنسبه للمباراه مفيش شك اي نتيجه بالنسبه لنا، يعني النتيجه الوحيده اللي ممكن كانت تطمنك ومع ذلك تقلقك برضو لو انت حتى كسبان النجم هناك تقلقك. نتيجه 1-1 برضو نتيجه كانت تبقى عارف تقلقك برضو
تقلقك، ممكن يتعادل معاك 2-2 سهله جدا. لكن طول ما النادي لعبت النادي الاهلي كنت الترجي هنا النتيجه تعتبر سلبيه، اروح واحنا لازم اكسب فاكسب وقاعد بانتصار في تونس. لو حصلت معانا على فكره مع البن الاثيوبي في زماننا تعادلنا معاهم 1-1 واحنا كان في عندنا بطولتين، بطوله عربيه وبطوله افريقيا. هناك رحنا لعبنا البن الاثيوبي هناك وتعادلنا النتيجه 1-1، نتيجه كويسه بالنسبه لنا كنادي اهلي. وفي مجموعه راحت تلعب البطوله العربيه في تونس. المجموعه البديله اللي هي احنا كان عندنا ما شاء الله برضو عدد من اللعيبه اللي موجوده، وانت عارف في تاريخ النادي الاهلي بقى فيه، رجعوا لعبوا هنا اتعادلنا مع البن الاثيوبي 2-2، فالبن الاثيوبي صعد علينا، فدي برضو بالنسبه لنا لا النتيجه. لكن طول ما انت 2-1 للنجم الساحلي، لا النادي الاهلي عنده الدافع ودافع قوي، وان شاء الله باذن الله هتلاقي حتى وانت ان شاء الله باذن ربنا يكرمنا ونجيب جون هتبقى عايز تجيب الثاني عشان تامن. كل ده وارد، لكن هي المشكله اللي بتقابلنا في النادي الاهلي عامه في الناشئين في الدرجه في اي لعبه من الالعاب الاخرى، لان النادي الاهلي لما يجي في جون تبقى انت مستغرب ازاي حتى اللعيبه انت في الملعب لما كان واحنا بنلعب يجي فينا جون مش طبيعي، بتقف ازاي يجي فيا جون يعني بتبقى انت ده طبيعي بالظبط، ده مش طبيعي. فده اللي بيقابلنا مع النادي الاهلي. لكن لعيبه النادي الاهلي عارفين المباراه بتبقى 90 دقيقه و95 دقيقه، والحمد لله اللي احنا مصر كلها لما النادي الاهلي بيلعب مباراه وحتى لو احنا النتيجه مش بالنسبه لنا مش مرضيه في ال 90 دقيقه، لو فاضل الدقيقتين ثلاثه كل الناس خلاص عندها الاحساس ان النادي الاهلي بيجيب جول، وفعلا بيجي في اخر دقيقتين ثلاثه النادي الاهلي فعلا بيحرز. ليه؟ عشان النادي الاهلي احنا طول عمرنا ما بنبصش ولا على حكم ولا نبص التايم ده هيخلص امتى، احنا بنبص طالما الحكم ادانا دقيقتين ثلاثه يعني الفرقه اللي قدامك بتدافع وانت بتهاجم بكل خطوطك، فربنا اكيد بيكرمك. عشان كده احنا مجتهدين جدا. النادي الاهلي ممكن يكون في اوقات قوي الكوره ما بتبقاش جماليه قوي، انا بقول لك حتى احنا عايزين بطوله، التاريخ بيعترف مش بالكره الجماليه، التاريخ بيعترف بالبطولات، التاريخ بيعترف بالنتائج، التاريخ بيعترف بالحاجات دي كلها. لكن الناس يقول لك النادي الاهلي في اوقات من الاوقات ما بيلعبش كلها، احنا على طول احنا رقم واحد عندنا المكسب بفضل الله سبحانه وتعالى، تاني حاجه البطوله، ما هو المكسب هيجيب بطوله. لكن انا ادي شكل ادي بشكل كويس وبلعب بشكل اسوء وفي الاخر بخسر بطوله، لا ناصر انت عايز المنطق، نتكلم المنطق ولا نتكلم نقول كلام نرضي؟ خلي بالك في اي مشوار بطوله، في اي مشوار بطوله في مباريات ادائك الفني بيبقى وحش، في مباريات بتحقق فيها سكور كبير، في مباريات ادائك التكتيكي جوه الملعب مسيطر عليه قافل مفاتيح لك، ده في مشوار البطوله ده طبيعي كلام حضرتك اللي بتقول. كابتن عمرو في دايما في البرنامج قبل المباريات المهمه بخاطب اللاعبين وبخاطب الجماهير في توعيه، المره دي عايز اتكلم حضرتك عن اللاعبين برضو لان دورهم مهم، دي مباراه لاعبين خلي بالك طبعا. فكنت دايما بتكلم على فكرة الكابتن جوهر الله يرحمه طبعا، لو تخش السبوره الالتزام الكور الثابته الانضباط التركيز ويكتب جمل طبعا. انا هزود عليهم واحده النهارده، الصبر عند الجماهير وعند اللعيبه في المباريات اللي زي دي هيفيدنا بشكل كبير، التسرع ما يبقاش موجود لازم ابقى صبور جوه المباراه واتحرك في خطه المدرب وابدع، ده نصيحه للعيب. يا كابتن شادي مليون في الميه كابتن حسام بيقول دي في المحاضره بس انت بتوصلني ان بيحصل عليا ضغط فبفقد جزء من الصبر ده. ايه هو الضغط اللي ممكن يخليني افقد جزء من الصبر؟ احنا تمالي بنقول اللعيبه الحته النفسيه بتاعتنا بنقول عليها ايه، ازاي اخش في مود المباراه بسرعه، والعيار الاول ليا ان انا اسيطر على مثلا لو مهاجم هلعب عليه مان يبقى الخطوه الاولى لو انا خدتها دخلت في مود الماتش بدري، كل لعيب بمركزه يعني كده. السرد باك يعمل واجباته والباك ليفت يعني مثلا ياسر مثلا في ماتش افريقيا اول كوره عدى وقام رايح وعامل اوفر لكابتن حسام خلاص، لا ده بيوصل لي انا يعني هو عمل الهجمه وعمل بيها الاوفر لكابتن حسام اوفر بشكل حلو ادانا انا ثقه ان احنا كده ايه خلاص بقى احنا كده بلغه لعيبه الكوره ركبنا الماتش بقينا موجودين، اليد العليا لينا احنا هو اللي وصلنا دي كره اتشاطت ومثلا هدفنا على المرمى ما بس ما دخلتش بتديك روح اعلى، اما لو اول 10 دقائق كره بهجمه شكلها مثلا للفرقه الثانيه منظمه اتفنشت الحمد لله ما دخلتش جون بس بتبتدي تدي انذار هدوء وقلق للخصم بالظبط وعكسه للجمهور، فالجمهور يبتدي يعمل الانطباع بطريقته او بطريقه تشجيعه او بطريقه تحفيزه بالضغط عليا فبفقد انا حته من التركيز دي ان انا ابتدي ودني تبقى مع الجماهير. عشان كده يعني عايز اتناقش معاك انت والكابتن ياسر، عشان كده كل المدربين حتى على المستوى المحلي احنا يعني على سبيل المثال مثلا كان انيس بوجلبان
في صفاقس وجلاعب مع النادي الاهلي وحاب بطوله افريقيا مع النادي الاهلي. عشان كده المدربين قدام النادي الاهلي يقول لك عدي اول ربع ساعه وعدي اول ثلث ساعه جس النبض. صح معدل جس النبض زي ما ياسر بيقول لك انت بتعمل مجموعه سيناريوهات. السيناريو بتاعي انا الاول نفذته ببتدي انفذ بطريقه المدير الفني مع الاونر اللي موجود في الملعب بشاور له او في صفاره ما بينه وبينه في ربط ما بينه وما بينه بنشرح سيناريو الماتش. والعكس صحيح الذكي اللي يبقى عنده قرايه الخصم هيفكر ازاي هقابل من ثلث ملعب هضغط باسلوب هنعمل جبهات. مجرد انت الجماهير دي بتفقد اي حد اعصابه مش لعيبه النادي الاهلي الخصم هو هيبقى جاي 90% متحفز اول ربع ساعه نمسك الكوره ننقل الكوره كتير في الربع ساعه دي اقدر اكشف مفاتيح لعب النادي الاهلي. لا لازم يبقى الموضوع غامض غامض مصباح علاء الدين عندي هجمه من هنا وهجمه من هنا وهجمه من هنا وهجمه من هنا غير مرئي للخصم عندي الاختراق من العمق اختراق من الاجناب وده شعار النادي الاهلي عندي كذا حل. التهديف في الوقت اللي كابتن ياسر بيقول باي شكل مجرد انك هدفت وبعد فضل 10 دقايق ومسكت زمام الملعب بالنقل الكتير خلاص اتحسبت لك 90 دقيقه انت نجم المباراه. ولو انت وصلت للدقيقه 94 وما هدفتش وجبت جون الاهلي نجم المباراه. احنا بنقول منتخب مصر قعد فتره طويله مش واصلين بس عندنا يقين كلنا ويقين سبحانه وتعالى ان ربنا هيكرم جت ضربه الجزاء في الدقيقه 93. كابتن ياسر عايز اتعمق اكتر في الفنيات ولازم ننقل الحاجه الكويسه عشان نرفع معنويات فرقتنا. انا محتاج انتصار بهدف لكن ان شاء الله انا واثق ان شاء الله يا رب ان شاء الله بمساعده جماهيرنا لنعمل نتيجه محترمه جدا. لما نتكلم على طريقه اللعب واسلوب اللعب حسام البدري او كابتن حسام البدري مع حفظ الالقاب وهو بيحط تشكيله وبيحط راتل دايما بيستنى اول 10 دقائق ربع ساعه ورا شويه. فاجئنا في مباراه الترجي اول ربع ساعه الاهلي لما ضغط من قدام ضيعنا جون مؤمن بالظبط. زكريا كان لينا المبادره انا اقصد خوفت الجماهير انا الحاجات زي ما الكابتن بقى بيقول اول ربع ساعه فخلاص حصل ارتباك. عمال ما رجعوا في اخر ثلث ساعه في المباراه ابتدوا بقى يلعبوا كورتهم. فمن هنا سيناريو المباراه مع فريق النجم بعد ما احنا شفنا المباراه الاولى الكابتن حسام هيعمل ده ويوزع مجهود اللعيبه على معظم المباراه بس يبتدي يضغط ولا هيستنى في الاول يجس؟ بص هي فنيا الفرقه اللي بتلعب قدامنا بامانه احتراما لها هي مش فرقه مش الترجي ومش الصفاقسي ومش الافريقي التونسي انا مش تقليلا فيهم. ما اتفرجت على المباراه يعني انت عارف باي لك يعني مش معنى كده لو المكسب طبعا هم كسبوا كل حاجه وهم زي ما بنتكلم في النتائج لكن هو عارف هو الضغط العصبي والنفسي والفني وكله عليه هنا كفرقه برضه النادي الاهلي هو عارف هو كان عايز يخلص المباراه منك عشان كابتن ياسر تعرف تصريح الكابتن احمد ايوب معايا بعد المباراه والكابتن حسام قال له ايه؟ قال لك جماهير النجم الساحلي ساعدتهم بشكل كبير جدا 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 قال لي اول ما بيقف النادي بينتفض بسرعه يقومون بسرعه كان جمهور شرس في المباراه بالظبط وده احنا عندنا برضه جمهورنا جمهورنا انت هتلاقي 50 و60 الف متفرج في الملعب وكمان اللعيبه بتاعتك كمان فرقه بتاعتنا تطمنا احنا النادي الاهلي ولاعيبتنا عارفه مسؤوليتها لكن اعتقد الكابتن حسام البدري من بدايه المباراه هو عاوز شكل الطريقه ما بيغيرهاش خلاص احنا عرفنا كابتن حسام بيلعب ب 4-2-3-1 وده اسمه تثبيت تشكيل او تثبيت الفريق ده حاجه كويسه وتثبيت التكتيك نفسه ده كويس اللاعب بيبقى عارف الدور اللي بيأدي بيه لكن اعتقد المباراه حتى زي ما انت اتكلمت كلمه في الاول كده قلت المباراه دي مباراه لعيبه خلي بالك وفعلا الجهاز الفني مش في وقت من الاوقات خلاص بيبقى خلاص مع الجمهور مع مش عارف ايه تلاقي اللعيبه كلها شاغلها ودي لعبه نادي اهلي يعني ان كان الكابتن حسام هتلاقي في الوقت ده المحاضره هتلاقيها قصيره جدا هتلاقي الكلام قليل قوي هتلاقي اللعيبه نفسها مش محتاجه حد يحمسها فعشان كده المباراه لعبت النادي الاهلي هتلاقي الحماس عندنا اكتر الجمهور زي ما انت اتكلمت برضو دافع الجمهور موجود هتلاقي اللعيبه نفسها عارفه اللي ناقص حاجه وتاخد وان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا يحقق برضو انجاز زي ما احنا بنتكلم في تاريخ وفي انجازات هو هيبقى برضو محطوط في الانجاز ده زي ما انت وصلت كاس عالم منتخب مصر هتبقى برضو في انجازاتك ان انت خدت كاس افريقيا وصلت كاس عالم كل ده وانت قاعد بتتكلم في تاريخ فعشان كده اللعيبه دي لازم تعرف اللي هي في يوم من الايام اللي انت ما تقول يا ريتني البطوله دي انا استطرت البطوله دي عشان كده اي لاعب يلعب في النادي الاهلي لازم تقدر تلعب 45 دقيقة وترفع ايدك لكابتن حسام بالعكس يبقى لاعب محترم
انت ممكن تيجي على نفسك في المباراه تاذيني انا كمدير فني وتاذيني كنادي اهلي. بالعكس، مصاب ارفع ايدك، حسيت ان انت مجهودك خلاص، انت جبت زي ما بيقول لك اخرف كورت في الشوط ارفع ايدك. ففي حاجات المباراه دي مباراه لعيبه. انت عارف اللي انت بتقوله ده صح 100%. ليه كنت في التدريب النهارده قابلت بكذا لاعب، سعد سمير، احمد الشيخ، حتى هقول لك حاجه غريبه جدا، يعني سعد قال لي احنا مركزين في الماتش ده جدا وان شاء الله بطوله افريقيا مهمه جدا احنا صدى وعندنا امكانيه. احنا قال يعني بيتكلمني بثقه كبيره. حتى احمد عبد المنعم ممكن مشاركته اقل، لكن قال لك كابتن هنموت نفسنا، بص الروح ده روح النادي الاهلي. انا بكلمك الكلام هذا الكلام حصل، كان احمد الشيخ موجود برده بدردش معاه وكده، عنده الروح دي. ومجموعه ثانيه برده من اللعيبه، محمد هاني، وكان احمد فتحي اللي مش هيلعب، راجل بمعنى الكلمه. لا لا طول عمره في مجموعه بقى نزلت التدريب وكده. ولكن عارف يا كابتن ياسر، اللعيبه النادي الاهلي الاشاره زي ما بيتقال، هو ده النادي الاهلي يا كابتن شادي. انا قلت لك المباراه دي مباراه لعيبه، وهم عارفين كده زي ما احنا اتكلمنا في مباراه الترجي، قلنا دي المباراه دي خلاص. المباراه اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله، اعتقد باذن الله اللعيبه على قد المسؤوليه وعارفين مسؤوليه المباراه وعارفين اللي دي كمان. خلي بالك دي بتكمل لهم اللي هم يبقوا ماشيين في الدوري الممتاز كمان. يعني انت مش بتتكلم بس، انت بتتكلم في بطوله افريقيا ودوري. وصلت لان ربنا يكرمك كسبت في افريقيا ان شاء الله باذن الله، ومش كويس مش معنى كده على فكره، احنا الحمد لله بنعرف نقلب الصفحه. بس انا المباراه هتبقى صعبه على فرقه النجم للنادي الاهلي، عشان نطلع من هنا تبقى صعبه. وان شاء الله باذن الله مع الجمهور ده، عمرنا الجمهور ما جانا واحنا الحمد لله رجعناه زي ما بيقولوا زعلان يعني. لا احنا ازاي الحمد لله اللعبه دي عارفه ازاي تفرح الجمهور. تمام كابتن، دي الصوره مع حضرتك من اللي معانا كانت في التدريب النهارده، كابتن حسام مركز، الجهاز الفني بالكامل، كابتن سيد عبد الحفيظ، سيد معوض، كابتن احمد ايوب. الحمد لله حاله من الاستقرار داخل الفريق. دي المجموعه اللي قدام حضراتكم، كابتن مستشفى بعد ده طبيعي جدا بعد المباراه، شارك شريف كرامي في تدريباته واحمد الشناوي والكل بيتسابق. لا يا كابتن شادي، في كمان ملاحظه انت ما خدتش بالك من من احماء النادي الاهلي. يعني انت لو رجعت بالكاميرا دي شويه الصوره هتبص، انت متعود كده لو جبت حاجه قديمه لعبت النادي الاهلي هتلاقيهم هم بيعملوا الاحماء بيتكلموا وبدردشه وبيضحكوا ويهرجوا. لو بصيت على الصوره دي، لا انا بقول لك يمكن انا اول مره اخد بالي منها، لو بصيت هتلاقي اللعيبه بتجري ال10 ده والخمس زي اللي هم معمولين الاحماء الخفيف، هتلاقي كله مركز، كله ما بيتكلمش مع زميله، كله حتى اللي ما بيلعبش، حتى اللي بره، حتى اللي مش موجود، هتلاقي كله المره دي بالذات عارفين اهميه المباراه. فعشان كده هتلاقي الامور لو انت رجعت شويه بالشاشه حاجه اسمها مهمه جدا. انت كنا بنبقى مع بعض واحنا في ملعب وشادي حضر ده، الاحاديث او الشحن اللي لسه كنا بنتكلم فيه بيبقى داخلي مش معلن، زي ما انت بتقول هم بيجروا حوالين الملعب الرننج ال 10 دقايق ولا 8 دقايق، هيبقى بقى هتلاقي ده، هتلاقي ده دور احمد فتحي، هتلاقي ده دور حسام عاشور، خلاص هتلاقي دور اللي موجودين بيحكوا، عماد، عبد الله سعيد، هتلاقي الكلام ده داخلي، هتلاقي الكلام ده لشخصيات فرديه، هتلاقي الكلام ده مجموعات، خط الظهر عشان بالظبط نص الملعب. اما تيجي تلاقي اللي بيتكلم هتلاقي مجموعات، زي مثلا ما كنا بنيجي نتكلم مثلا ياسر وعماره او ياسر ويوسف، هنعمل كذا الحته الجانبي بتاع كل بالظبط كده. ما هي دي بتبقى تحفيز مجموعات. انا متذكر لك حلقه معايا من مده كبيره قوي ودي لقطتها منك الصراحه، يعني حلقه وانت بتتكلم في فنيات وبنتكلم وبندرج، كل واحد بيقول رايه وباللي هو شايفه من وجهه نظره، من وجهه نظره، لكن في حاجات ما ينفعش يختلف عليها حد. الكلام جزء كبير جدا من كرة القدم. على سبيل المثال يا كابتن عمرو، انت جنبك شادي وانا مش شايف من ده، لو جيت قلت لي ولاعب كروس بتعمل ارجع خطوه بسرعه فيه، فبص بتلاقيه مجرد كلمتك الزعيق دي خلتني نقصت هدف في وسط الملعب، الضغط والبريس نفسه. فالكلام هو ده اللي عايز حضرتك تاكده، اللي انا لازم يبقى في كلام مع بعض جوه الملعب. ده حقيقي. الناس خصوصا الناس اللي ورا. الاسماء الكبيره اللي طلعت كابتن شادي كنادي الاهلي، احنا في علم التدريب بيقول لك الكلام ثم طريقه اللعب الاليه. اللي خلاص انت ودنك سمعت صوت ياسر، عمرو، شادي، خلاص انا عارف. بتوصل لانك انت بتشتغل الي، خلاص جهزت الكمبيوتر وبتشتغل من عليه، سجلت وبتتابع الصوت دقيقه بدقيقه. لا لعيبه النادي الاهلي احسن لعيبه في مصر، منتخب مصر قائم، قوام المنتخب هو لعيبه معظمه نادي الاهلي.
كويس قوي. هل الكلام ده للنجوم زي دي ما ينفعش؟ لا بالعكس، ده انت تلاقي الكلام بس مش لازم يبقى معلن زي ما احنا بنسمع صوت الناس عن طريق الميكروفونات حوالين الملعب، لا خلاص بقت بالنظر، انت عارف انا عايز ايه خلاص من كتر التمرين واللعب والتدريبات والالفه والمعايشه مع بعض بتوصلك للحته الاليه. بس في وقت لازم يحصل تذكره، لازم بقى نقعد مع بعض ونتكلم، ومهم ده ولازم نلتزم ولازم نشيل. بص كابتن حسام هنا واقف بيتكلم في حاجه معينه، هتلاقي احمد ايوب هيبقى موجود مع احتفاظنا بالالقاب، الكابتن طارق سليمان، كابتن سيد معاه، كل واحد فيهم اهو بص اجاي ومؤمن، وراهم الكابتن ابو العيله، كل واحد هتلاقيه بيحفز زميله بطريقته حسب مركزه وحسب درجه اشتراكه في الماتش. مش عايز ابعد، انا عارف اللي انا هفتحه دلوقتي هنختلف فيه، لكن في الاول وفي الاخر نحترم وجهه نظر المدير الفني دايما، دي قاعده والقاعده ما تتغيرش او الثوابت دي ما تتغيرش، بمعنى الاختيارات من حق المدير الفني هو اللي يقول مين يلعب هنا مين يلعب هنا، انا دي مع المدرسه دي طول الوقت. لكن خليني اديك مدير فني لمده 10 ثواني. ثواني ليه كده؟ ما لحقتش، انا مشيت انا كده خلاص مشيت عشان انا عارفكم يعني كل واحد هيقول رايه، انا واثق من كده. مين اللي هيلعب ديفندر في وسط الملعب بعيد عن اللي احنا نقول التشكيل خالص، الحلول يعني اللي تقول حل يعجب الكابتن حسام. طب هقول لك على حاجه، معظم القنوات بدون ذكر اسمائها ناس كتير قوي ذكرت احمد فتحي ديفندر، مع انه ما يعرفش ان احمد كان موقوف. ما انا عارف، بقول لك كاسكره امبارح بينا مستغربين. برضو تاني كابتن حسام كان بروفه بسيطه لماتش رسمي وليس تجربه وديه في ماتش الرجاء، رامي ربيعه وعمرو السولي اقرب واحد لعب المكان ده. بلاش الشعارات بقى، عبد الله سعيد اللي لعب على الدايره، مؤمن اللي لعب على الدايره، لا 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 خلي بالك. بس هشام هو محمد انا هساله لك، انت مع المدرسه دي ولا مدرسه؟ انا بقول لك عبد الله لعب فيها شويه كده، كان لما بيحصل بعض كان بيجي والاهلي عايز يكسب ماشي. كان بيجيب عبد الله يلعب ديفندر وينزل رامي. لا صعب على رامي، صعب على رامي حته الديفندر ده، انا مش محتاج اثنين الريتم بتاعهم يبقى هيبقى مش تقريبا فيه، بس الريتم يبقى واحد الاثنين واحد الواحد الاثنين واخدين ستايل السليه. الحل من وجهه نظر الحل اللي هو حاجه من الاثنين يعني السليه، ولو اذا هشام محمد ده على فكره يعني هشام محمد هنقول بره ما فيش مشكله، عندك برضه اللي يؤدي فيها لو عبد الله السعيد موجود او صالح جمعه تقدر تلعب بالاثنين. كابتن ياسر اقول لك على حاجه، لو كابتن حسام البدري انا واثق من كده، اللاعب اللي بيلعب بفنانه النادي الاهلي لازم يضحي مواقف كتير جدا. انا اتذكر شرخ اجهادي، مش عايز ليش ما زايدش على نفسي يعني، بس بتذكر موقف شرخ اجهادي في بطوله افريقيا بحقنه بينج ورجله اتجبس بعد كده خلاص، ده هو ماتش بالظبط وهنحقق. بس احنا مش عارفين الظروف ايه بتاعت هشام محمد يعني، لو بنتكلم على لعيبه هو نفسه يبقى موجود على فكره هشام، لكن انت ما تحط يعني وجهه نظر هشام جاهز تميل لهشام مع طبعا طبعا ده اكيد ويبقى موجود معايا يبقى احسن. بص ما برضه وجود عبد الله السعيد في الملعب وصالح جمعه مين بره معايا، خلي بالك الماتش 90 دقيقه يعني، وبرضه معرض للعيب لا قدر الله اصابه مش عارف، لكن انا مع الماتش ده ما في برضه عندي لما انا احط عبد الله سعيد موجود ان شاء الله يبتدي مع مع ولا قدام لا قدام وتحتيه صالح جمعه ولا صالح جمعه السليه وصالح جمعه والسليه وقدامه عبد الله سعيد، خلاص انا رجعت تاني. انا برضه محتاج واحد منه بيعرف، على فكره صالح جمعه بيدافع كويس جدا وكورته كويسه قوي، وعندي ده وعندي ده يعني، عند عبد الله السعيد وعند صالح جمعه. والله طبعا هو في الاول في الاخر شفت احترته انا وده بيضحك. لا مش احترته، مش احترته يا كابتن، مش احترته. لا بس ده الانسب يعني، وجهه نظر ياسر ان انا عندي مفاتيح لعب تسهل لي، يبقى عندي واحد واثنين وثلاثه، بس برضو انا هميل للمدرسه اللي مش صالح. لو كابتن حسام النزعه الهجوميه على طول بدور عن هدف بدري وبعد كده اقفل بديفندرات زي ما عمل، اعملها ممكن اعملها بعد كده بقى. يبقى انت يعني اللي انت بتقوله ده تتحكم في طريقه اللعب. انا صالح جمعه والسليه وضم عبد الله، ربنا كرمنا النتيجه ماشيه كويس، ممكن اغير. هو ده اللي احنا بنقوله، الاسماء غلط ولا صح، الفكره اللي المباريات الكبيره بيتغير طريقه اللعب فيها. ايوه ربع ساعه تلت ساعه الشوط الثاني لازم بيتغير طريقه اللعب، عندك واحد واثنين ونوعيه اللعيبه، عندك واحد واثنين في الملعب يقدروا يغيروا لك طريقه اللعب. بس الماتش والمباراه اللي زي دي انا عندي مهام ناس عايز انهي بدري، صالح، عبد الله، مؤمن، وليد، ازارو، ايا كان اللي موجودين. بس في نفس الوقت وانا في عز ما انا بهاجم انا بامن
في حته وجود رامي وفي حته وجود عمرو السوليه وفي سعد موجود، بس في نفس الوقت انا عندي هم بيقولوا او اللي احنا شفناه دوشه بسيطه باك رايت وديفندر، لا ما اعتقدش ان هيبقى احسن من الديفندرين بتوع الترجي. وحوش ما يتكرروش. احنا متعودين ان حسام عاشور هو رمانه الميزان لده، رمانه الميزان لده. في نقطه ثانيه يا عمرو بعد اذنك، ايه هي اللي في وقت من الاوقات في اوقات كان الكابتن حسام البدر بيغير بيطلع حسام عاشور ويزود قدام. ايوه ملعب ديفندر واحد طريقه اللعب اهي. اتكلمت عليه، كلمت انت من شويه قلت ممكن اضطرت تتغير. اضطرت تتغير طبعا. ليه تتغير؟ حسب نتيجه المباراه وحسب انا عايز ايه من المباراه. انا دلوقتي متعادل 0-0، هلعب بفرود واحد ولا هلعب بفرودين؟ طب هلعب بفرودين لازم لو قدر الوقت بيعدي وقتك تجيب هدف هيبقى في مجازفه. هتلاقي مجازفه بالظبط. يعني في وقت انت في وقت زي ما الكابتن ياسر بيقول ان خلاص الموضوع ده عليا فبلعب بديفندر وبلعب 4 فراوده، ما خلاص الوقت بيجري، بس في نفس الوقت تبقى عيني على الحته التامينيه. انا بضغط واضيع واحد واثنين وثلاثه هتيجي، بس الحته التامينيه اللي ما تدخلنيش في حسابات ارباك حساباتي كلها. طب عايز اكلمكم في حاجه ليكم انتوا الاثنين، يعني سؤال مشترك ليكم انتوا الاثنين يا كابتن. هبتدي بحضرتك كابتن ياسر. اتفضل يا كابتن. المباريات الكبيره، المباريات الكبيره هي اسهل مباريات جوه الملعب. ارجع سواء على بتلعب نادي الزمالك نادي كبير كان تحس ان انت نازل تستمتع، نازل مفيش خوف، نازل ليك رصيد فبتبدع فبتكسب فبتحقق انتصار، فحسينا المباراه دي بتبقى سهله قوي. ما تروح لمباراه افريقيا في عندهم حاجات مميزه زي الكور الثابته واللي بيعتمدوا عليها التسديد من خارج المرمى، لكن يختلف كتير جدا النجم الساحلي عن الترجي في جماعيه الاداء. خلينا نبقى متفقين، لكن هم مميزين في التسديد من خارج المرمى، مميزين في الكرات الثابته. بتشوف فعلا مباراه الفرق الكبيره مع بعض مباراه سهله جوه الملعب في التحركات وخلق المساحات. بص هي مع الفرق الكبيره احنا بنتكلم كنادي اهلا كمان، يعني ما بتكلم وانا قاعد هنا، بتكلم انا كلاعب في النادي الاهلي. المباراه بالنسبه لنا الكبيره مباراه هي مش سهله، هي مباراه صعبه، بس احنا عندنا زي ما انت برضو اتكلمت يا ابو عمرو في حاجات بتبقى زي ما انت قلت الكابتن جورج، التركيز، عدم الصربعه، الالتزام، اللي بيكتب الله يرحمه ست حاجات على الصبوره. الحاجات دي كمان لما اقول للكابتن جوري كابتن حازم كرم اقول له كابتن جوري روشيت على اليمين. ما بقول ليه انا بكلمك الفرق الكبيره اصلا كده. الحاجات دي خطوط عارضه موجوده، ما ينفعش انا ما دافعش، عشان ما ينفعش ما هاجمش، عشان اكسب لازم اهاجم، وعشان ما يدخلش فيها جون لازم ادافع. فالفرق البطوله لو انا هاجمت على حساب الدفاع يبقى انا خسرت، وبرده العكس. عشان كده الفرق الكبيره هي بتجيب احسن لعيبه. ليه؟ علشان الفكره، حتى فكر انا كلاعب غير فكر لعيب واحد تاني. عندي مثلا النادي الاهلي كمان بيمتاز بحاجه، عنده مثلا سير دباكات جه وانت كنت من ضمن سير الدباكات اللي انا جبتك من نادي الاولمبي لو الكروم برده جبتك من هناك. ليه؟ عشان عندك ميزه، بتعرف تدافع وبتعرف تهاجم وبتعرف تامن. يبقى عندك ميزه. ياسر نجيب المنصور عشان عنده السرعه وبيعرف ينقل الهجمه من الدفاع. عمرو حديد جيم البحال، كل واحد عنده ميزه. فعشان كده الفرق الكبيره وخاصه النادي الاهلي كل لعيب في النادي الاهلي عنده ميزه، وميزه كبيره قوي. لاعب بيعرف يجيب جون، بيعرف يدافع. منتخب مصر بيعتمد على الهيكل الاساسي من النادي الاهلي. كل ده يا كابتن هتلاقيه موجود فين؟ عشان كده المباراه بتبقى سهله. عشان انا جايب امكانيات لعيب عندي بيلعب في النادي الاهلي امكانياته عاليه، صح، سواء فنيا ولا بدنيا، حتى التفكير بتاعه لازم يعلى منه. وحتى كمان لما بيقعد جوه النادي الاهلي بعد وقت بسيط جدا عقليته بتتغير. زي كمان في نقطه ثانيه اساسيه اللي احنا بقى بنقعد نلف وندور روح النادي الاهلي. ما هي ده تقول له روح دي بتيجي منين بقى؟ يعني انا نفسي كنت متعود قلت لك قبل كده وانا في نادي المنصوره اكسب ماتش مع النادي الاهلي. ما ينفعش اخسر، ما ينفعش اتعادل، ما ينفعش ما اخدش بطوله، ما ينفعش. عشان كده كل لعيب بيلعب في النادي الاهلي ما فيش حد دخل النادي الاهلي ما اخدش بطوله. ما اعتقدش في تاريخ النادي الاهلي في ده ما ينفعش. ما انا بقول لك اهو نقولها يا كابتن ياسر، ابتدت اول مباراه ليها ببطوله. اكلمك السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كله اكيد ابتدت اول ماتش. انت في الوقت ده هتقول لك كابتن شادي ايه؟ اتفضل. ان اللي ياسر بيقوله المكسب وتكرار المكسب والانطباع وصل لك انك بتكمل مسيره جيل تاني عدوى. ده النادي الاهلي. يعني انت بتوصل انت جاي من نادي تاني بعد ماتشين لا ما بتلحقش، ده بعد تمرينتين بيوصل لك الانطباع بتاع الروح والالتزام وروح الفانيله الحمراء وروح البطولات، وبيوصل لك سمه في حياتك من جواك ان انا اي بطوله بشترك فيها
كنت لو زي ما ياسر بيقول هلعب ماتش اكسب ماتش اتعادل ماتش ما وصلش يحصل فيها جون واثنين وثلاثة وسكور كبير، لا دلوقتي انا بطمع ان انا اتعودت على مبادئ وطباع النادي الاهلي ان انا عايز اكسب مرة واثنين وثلاثة وما عنديش بديل حاجة اسمها تعادل وشايل من حساباتي حاجة اسمها هزيمة. خليني برضو عايز اخرج من الموضوع عشان محمد صلاح ربنا يكرمه واحد اسعدنا هو وزمايله حاجة مشرفة جدا، من النهاردة جاب هدفين وصنع هدف كسبين فريق برتغالي 7 أهداف حاجة مشرفة وحاجة محترمة. بتتكلم بقى على أخلاقيات، بتتكلم على تحمل مسؤولية فنان للبلد، خير السفير في كل مكان بيروح. طيب. عايز أقول لك حاجة بس كابتن شادي، يمكن وإحنا بنسمع حضرتك وبنسمع ما قبل في الحلقات اللي قبل كده، ملوش لازمة الحديث الشيق ما بين محمد صلاح، إحنا ما بنقارنش. برافو عليك. إحنا ما بنقارنش. كلنا كويسين. إحنا ما بنقارنش، إحنا بنقول مصر. هي مصر محمد صلاح بس؟ لا. مصر محمد ابو تريكه بس؟ لا. مصر ياسر ريان بس؟ لا. لا مصر 104 مليون بيلعبوا مش بالاداء في الملعب، بروحهم بدموعهم بالتزامهم بتشجيعهم. مش عايزين نسيب ده ونتكلم بقى في ايه، ما احنا وصلنا نبتدي نقول ابو تريكه موجود محمد صلاح ويحصل التوقيع ده ايه ده، عايزين نطور الموضوع جوه نفسنا. رسالتي مره ثانيه، انا فاهم وجهه نظر، بنتكلم في حاجات خارج الاطار نفرح باللعبه بروح 28 سنه، ندور بقى محمد ابو تريكه ولا اتحاد الكوره يمشي ولا يقع. طب ايه ده، ده مجدي عبد الغني مش عايز مش هيمشي، ايه الحق الوزير قال لا اعمل لهم انتخاب، احنا بنروح. لا يبقى كويس قوي كويس قوي كابتن شادي انك انت بترد بقى في الوقت ده. الناس اللي بتفهم يعني ايه كره قدم هي اللي ترد، مش كانوا بيقولوا عننا كلهم بقى دي دول رايحين يلعبوا كوره اللي بتلعبوها، مش كانوا كلهم بيعملوا معانا كده؟ احنا فاضل لهم احنا يعني ياما. فاكر يا كابتن ياسر ولا ايه؟ ده انت مره كلمتني انا متذكر قلت لي ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الكلام اللي بيتقال ده بعد التاريخ اللي اتعمل في الكوره مع المنتخبات والانديه؟ احنا رايحين نلعب، وكان كل مستاء من الكلام ده، صح ولا؟ بص يا كابتن شادي، المشكله اللي مقابلنا هنا في مصر اللي بيتكلم، يعني انا زي ما انت برضه بتكلم فيه، انا بتكلم في السياسه بتكلم في السياسه، انت لو جيت تقول لي اتكلم في السياسه هقول لك انا ما اعرفش، ممكن اتكلم كلام عام فيها، لكن فيها حاجات صغيره بتبقى هي كبيره بالنسبه للسياسه. انا برضو بالنسبه للكوره، انا بتاع الكوره، بتيجي تكلمني في الكوره اتكلم معاك في الكوره، في فنيات، في ادارات، في اي حاجه لنا احنا فاهمين، ده زي ما بيقولوا ده بيتنا واحنا فاهمين ده دلوقتي. لكن احنا بنتكلم في الكوره. لكن النهارده دفعت 2 مليار اللي مش عارف ليه، مش انا ما اعرفش ما تسالنيش في حاجه مش عارف ارد بيها. مش كل كلها في احنا بقى اللي هي دي بقى اللي بتضايق الواحد، بنعرف نرد في كل حاجه والله لو سالتك في اي حاجه. ما خلاص مع مصر كلنا إيه؟ كلنا بنتكلم، كله بيتكلم في اي حاجه برضه، ما دي مشكله بتقابلنا. دكاتره ومهندسين ومستشارين كل حاجه بنقولها. لا هي لو كل واحد بيتكلم في اختصاص واللي هو بيتكلم هننجح. اقول لكم على جمل حلوه، تعالوا ندردش شويه، اتكلمنا كوره واتكلمنا في تفاصيل. كنت متابعين زي كده في بعض الجمل كانت تتقال، الواحد كان يحط ايده على دماغه ودماغه نمرت. شاهد عيان ويدخل يحكي حاجات مش موجوده، حسن خبير مش عارف استراتيجي خبير امني، بس احنا مش شايفين صورته احنا سامعين اسمه بس سمعين. بس مش عارفين هو مين. هو متصل من بره واقف على الناصيه. لا بص هقول لك على حاجه، احنا مش عايزين برضو ندخل، عايزين نوضح صوره بس للناس المشاهدين، ما فيش حاجه اسمها اقارن ده بده مثلا. بالظبط كده. ما انا بقول لك ما فيش حاجه اسمها مقارنه، ده ادى في الوقت بتاعه كان نجم وده ادى في الوقت بتاعه كان نجم. ولم يحالفه التوفيق اللي يروح كاس عالم. ده عادي جدا. احنا 28 سنه مش ابو تريكه بس واجيال ثانيه. لا وايه المشكله؟ ومحمد صلاح ربنا كرمه فرحنا اسعدنا، بيقود رغم صغر سنه ورغم اللي لسه بيكتسب خبرات ورغم اللي كل نادي لعب فيه مفرحنا مشرفنا روحه. شفت الصوره بتاعته في المباراه اللي جه فينا الهدف، بيقع الناس كلها حديث العالم كلها اتكلمت عنها، وبيقوم من تاني وبيرفع للجماهير، كل دي مشاعر متضاربه. بس في نقطه لازم تاخد بالك منها، 40 ثانيه خلي بالك، بص عليه، بص على مين، لا لعيبه النادي الاهلي اللي هو شريف والناس. بس خلي بالك معلش، بس هو انكسار اما جاء الهدف كان وشه كده، انا بقول الحقيقه، احنا ووقع على الارض وفقد الامل وفقد الحلم دقيقه في ثانيه واحده، قعد يمسك في دماغه عود عاد لسه عايش في الاحباط، عد للتحفيز مره اخرى. شفت بقى بايديه طبعا طبعا يا كابتن إيه شادي، لقى الجمله يلا بصوت عالي قوي كانت باينه. هنا نقول ايه، هنا نقول ايه، هو ده اللي انتوا اتكلمتوا فيه كخبرات برضو بنتعلم منكم.
الاثنين كويسين والاثنين محترمين واجيال تانية برضه. منهم جيل محمد اللي معاه زمايله. ما محمد ما بيلعبش لوحده، هي دي بالزبط. الفكره لازم نغيرها. عشان كده كلهم كانوا رجاله بقياده محمد بالزبط. صلاح ونديله حقه من مجهود تاعه. وابو تريكه ديله حقه كلاعب اللي هو عمل انجازات وكسر الدنيا وفرح الشعب المصري وغيره 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 وهكذا. اسالك يا شادي على حاجه صغيره يا استاذ ياسر، وانت في بطوله الامم اما سمعنا ان الكابتن حسن مسافر رايح جايب لعيب من نادي الاتحاد السكندري اسمه محمد جدو، الناس قالت ايه؟ سايب كل النجوم دي، سايب احمد حسام واخد الاسماء جدو. دي بعد ما خدهم باسمه واقتناعه وثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان الراجل ده هيوفقه ربنا في الاداء، ايه اللي حصل؟ اتعملت له كاس الوصيف اللي بينزل في الدقيقه 75 يجيب جون، صح؟ هل احنا قلنا بتتكلم في 2010؟ طب اقول لك حاجه، في 2008 هتصدقوني؟ قول. من اول ما ابتديت معسكرات عشان تبتدي للبطوله الخطه اللي يمشي حسن شحات على فكره. انا بقى بص انا بتكلم بس موجود على طول. انت كنت جوه؟ لا انت بس موجود حتى على كلام كابتن جوهر برضه. جوه جوه انا بديك في المطبخ. في المطبخ موجود في المطبخ وسام على كابتن حسن زعلان وغضبان والناس يبقى بتتمرن تجي له تليفونات تحبطه وهو ما عمل. المهم جيت تروح تلعب تلات الماتشات الوديه احباطات وايه ده ومش اداء ومش لطيف ومش حلو والابتسامه والضحكه وبص لما بيجي الهدف ابتدينا نتكلم في حاجات خارجيه مش ايد واحده خلاها تنشن في كل ماتشات. رحنا 2008 الناس اللي بتشتم حضروا معاكم كانت اول ناس معانا في الحفله وفي الحفله وفي الحفله كمان هقول لك بقى شوف انت بص يا شباب خلينا قبل احنا ما نصحى احنا اصحاب الفرح بص يا شباب انت بتتكلم في 2008 لا انا هرجعك 10 سنين ايه قول ياسر هو فاكر 98 يا ياسر كابتن حسام 98 بطوله افريقيا تمام كابتن حسام قبل ما نلعب في الضغط ثواني بس اتكتبت كده كفايه على حسام يبطل اول ما حسام خد هداف البطوله مع مكارسي بتاع جنوب افريقيا لا 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 ده كابتن حسام حاجه جامده جدا لا لا كابتن حسام عارف هو بيعمل ايه ده هو كان في الاول بروفه صغيره بيقنعنا بيها في الماتشات الوديه وبعد كده تم تركيزه ليه ده كله محتاجين تخصص محتاجين نغير مفاهيم كتير محتاجين نتكلم من غير ما انصر كابتن ياسر على كلها اجيال يا جماعه لازم نفهم محتاج نهوض يا كابتن عمرو هي اجيال يا جماعه لازم الناس تعرف اللي دي اجيال سلم بقى. كل حتى صح. ما بنتكلم على اجيال يعني انت لو جيت على اسطوره الكره في مصر وفي افريقيا انا اتكلم على حسام حسن انا اللي لعبت مع حسام واحس بحسام حسام من اجمد واحسن الفراوده اللي جت في تاريخ الكره المصريه انا بكلمك بامان بص فاكرين التقسيمات كان بيعمل ايه بقول لك على حاجه بص انا كنت بدعي ما اروحش معاه بص لا بص يا كابتن اول ما رحت النادي الاهلي التقسيمات ما انت كنت معانا فكنت ما بيخسر في التقسيمه مشكله انا في اتنين تقف عندهم تتامل انا بتكلم هنا في اللي انا شفته في بدايه النادي الاهلي كابتن ياسر انا حضرت حضرتك كنت نجم كبير ما لحقتش الكابتن عمرو شويه كان ماشي بس لحقتك كابتن ياسر كابتن ثابت البطل بحد بيغذي فيك الانتماء وعشق فانيله النادي الاهلي وبالراحه وشخصيه قويه في نفسك وما تزعلش منه وثواب وعقاب بالظبط لكن انت في الاهلي علاقتك بيه كويسه كابتن علاقتك بيه تبقى كويسه جوه الملعب بقى كما حسب تروح التقسيمه بيجي لك ست غرز واربع غرز ايه ده عندي موقفين مع كابتن ثابت يا كابتن اسمع كابتن عمرو كان حبيب كابتن ثابت كان تماما لما نقعد في الاوضه يقول لي يعني ان في شبه ما بيني وما بينه في إيه؟ مره في الشنب في الشنب مش في الشكل فمره واحنا قاعدين كنت انا المفروض مصاب من ماتش المصري وعندي جزع في الرباط الداخلي ويعني متعور ومش قادر فالخواجه قال لي لا هتحاول وتلعب قلت له ماشي فكاب ثابت تملي ربط مع احد الاماكن مع الدكتور علاء شاكر ان هيتعمل لي تكثيف تدريب عشان موضوع ركبتي وابقى موجود تمام فما لحقتش اتفق مع الدكتور علاء في التليفون ان انا اليوم الوحيد ما روحتش الصبح فانا داخل من الباب هو مقابلني ايه جاهز طبعا والموضوع سهل قلت له يا كابتن تمام التمام قال لي رحت فانا في حسن النيه رحت انا طبعا لما حكيت كابتن علاء جاي عايز اروح اقول لكابتن علاء بسرعه قال له طب سعيد عمرو الحديدي ما راحش واكتب جنب الخصم بتاعه كذاب ما عرفتش ارد دخلت اعتذرت له واتاسفت له في الاوضه بعد ما ياسر هيحكي عن الماتش ده كسبته في تونس واحنا كنا هنا انا كنت متعور وباخد حقنه في عضله رجلي في ماتش البن الاثيوبي اللي كنا بنتكلم عليه اللي احنا كنا بنتكلم عليه واحنا خارجين
قام حاطط على رقبتي قال لي انت زعلان؟ قلت له يا كابتن معلش ما كانش ليا نصيب ان انا. قال لي طب ما تقلقش انت معايا كده كده وانا حاطك في حساباتي 1 2 3. عارف انا لغايه اللحظه دي لعبنا في بطوله عربيه في السعوديه وعندي قطع في العضله الاماميه وكابتن ابراهيم كسر في الفك وداخل يقول لك ولا يهمك هتلعب. انا جه الوقت اللي احكي موقف على الكابتن ثابت لازم أوه. اقوله بس اتفضل يا كابتن ياسر. لا انت بتتكلم في المواقف خلي بالك انت بقى عنده مواقف من زمان. لا لا شفته وهو نايم وسايب. ايوه ايوه لا 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 والله بيرجع الشريط بتاعه. لما رجع لا اصل لما كلمته على الكابتن ثابت البطل ما ينفعش اتكلم على الكابتن احمد ماهر الله يرحمه. الله يرحمه بجد. ده بقى بص اقول لك على حاجه. ده بيشتغل مدير فني تلاقيه موجود. تشتغل مدرب عام تلاقيه موجود. هو في المدرب العام اشطر واحد في مصر كلها بيطبقها زي ما الكتاب بيطبق. الله يرحمه. فمن المواقف اللي قابلتنا الله يرحمه جه على بالي كنا بنلعب الاهلي والزمالك في استاد القاهره. فالماتش انت عارف بتبقى ماتش الاهلي والزمالك تلاقي على المدرج وانت في استاد القاهره في الماسوره احنا كنا بنلبس في الاوضه اللي تحت. الاهلي على اليمين والزمالك على الشمال معروفه. فالمهم احنا لقينا ايه في دب في المدرج جامد. دب جامد فوق فاحنا قلنا اكيد الناس بتحمسنا واحنا بنلبس. كابتن احمد مرك كان بيحب يقعد ورا الباب على طول. صح. بيقف ورا الباب عشان ما حدش يدخل ما حدش عايز حاجه يخلي اللعيبه مقفول عليهم كل ده. فاحنا بنبص لقينا خبط على الباب جامد قوي. فواحد من الجمهور بيخبط عليه بقول له يا كابتن احمد ده الصديق. فكابتن احمد قال له في ايه يا ابني في ايه؟ قال له يا كابتن بس محمد وزه فوق ده راجل عم محمد ده موجود هنا. ده مشجع مشجع كبير قوي. اه طبعا. فاغمى عليه قبل الماتش تعب نفسه وراح مش عارف ايه. فاحمد مرمى الكابتن احمد ما كانش يعني يعرفه كويس. فاحمد مرمى بيقول ما بيضحكش كمان بيجي يقول. فبيقول له يا كابتن ماهر ونبي الدكتور مجدي عبد العزيز بس يجن. قال له في ايه يا ابني؟ قال له محمد وزه تعبان. قال له انت مش عايز الدكتور مجدي عايز الدكتور بيتر. قال له انت عايز الدكتور بيتر عشان محمد وزه وما بيضحكش. لا يعني رد فعله انت عارف هو بيتعامل بتلقائيه خالص. مش حتى لو انت هتزعل عادي جدا هو بيجي له افيه يقوله في الماتش وزي ما يحصل يحصل. هحكي لكم حاجه سريعه على الكابتن ثابت البطل الله يرحمه الله يرحمه. كان عقده قليل جدا بس انت جاي من نادي صغير طبعا صاحب الفضل عليا بس راح نادي بحجم نادي لو ببلاش هتروح زي ما احنا عملنا كده. زي ما احنا عملنا كلنا عملنا كده فكلنا كده. فاللي يقول لك عليه حاضر اي حاجه حاضر مع والله مع كل اللي اتقال لي حاضر والقلم فين حاضر اي ما اتحط رقم في التوقيت ده كان ده المتعارف عليه. فالدنيا عماله تتطور وانا ماضي 5 سنين انت عارف كل واحد دور 5 سنين كده بتاعتنا وبلغه عارف واحد عايش ميت كلينيكين عايش بس مش عايش. فكابتن ثابت الله يرحمه تعب. لقيت تليفون كابتن حسام البدري تعالى على احد المستشفيات في الدقي وكانوا بيجهزوا له عشان يسافر. فروحت لقيت اندكس المستشفى قابلت مدام الكابتن ثابت ودخلت تعبان. قلت له كابتن ثابت هتقوم ونزلت اللي بتعلمنا الرجوله وبتعلمنا ازاي كل حاجه انا عارفك وحش وقاعد راح جاي يبسني وحضني وراح جاي فتح اندكس ما رضاش يتكلم لغايه لما دخل كانوا اتصلوا بالكابتن طارق سليم الله يرحمه يجي. فبقينا موجودين في الغرفة كابتن ثابت الله يرحمه أعوذ بالله من كلمة أنا كابتن طارق و كابتن حسام بدري كتب تعديل العقد وقال حسام أنا دي أمانة أنت وكابتن طارق شادي نوعية فيها تشم ريحة النادي الأهلي. أنا فاكر الكلام كويس جدا وراجل والمبلغ ده الدنيا كلها اتغيرت وهو ما طلبش. فاحنا عشان الراجل ده مخلص لازم تعدله عقد. متخيل انا هو تعبان مسافر عمليه خطيره مسافر فرنسا وجايبك من بيتك عشان يعمل لك كده ومش هتفكر في ده اساسا دلوقتي. مين بيعمل ده في الزمن؟ لا 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 صعب خلاص. هو ده كابتن ثابت يا كابتن شادي هو ده روحه وكبريائه وجموديه اعصابه ده الظاهر للناس. طيبة قلبه وحنيته احنا بس اللي هنعرفها احنا بس اللي شفناها طبعا احنا بس اللي حسناها. عايز اوريك صوره وتطلع لي 10 اختلافات هلعبك لعبه كده. ما يفتري بقى ولا اتفضل شنبه هو اقول له ايه طيب طلع 10 اختلافات هنا الله يرحمك بس في صوره عمرو مخصب فعلا انت شو الشنب بجد والله بس لا انا في حته ال 10 اختلافات
انا شنبي طويل شويه كابتن شنبي قصير شويه. الله كابتن سيد ده بس انت كنت فكرتنا بحاجه كويسه والله يرحمه. ده الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا انا بالذات فشيء بيني وبينه. اقول لكم على حاجه سبحان الله الحوار خدنا للي احنا بنتكلم فيه. اللي ملهوش ماضي ملهوش حاضر طبعا حقيقة. واحنا بنتكلم في ماضي ماضي محترم بالظبط تاريخ يا كابتن شادي. والله النادي الاهلي كله على فكره على مدار التاريخ صح كابتن. عشان كده انا بلاقي صراعات بين بره بره ما بتعجبنيش انا كاس الريان بصراحه. احنا بامانه احنا عايزين صوره النادي الاهلي هي صوره النادي الاهلي. ما تهزش معانا ما حدش يدخل في وسطنا ما حدش يتكلم على اي رمز من رموز النادي الاهلي اللي فات ولا اللي جاي ولا اللي هيجي بعد كده. انا ما بحبش كده. انا بحب كده نبقى احنا النادي الاهلي احنا اللي احنا القدوه احنا الناس ما بنيجي نطلع نبقى فيهم دور كره في النادي في مصر. بتتكلم في السوشيال ميديا ومواقع ما بحبش يا كابتن شادي. احنا بنحب النادي الاهلي مش لصالح ده على حساب ده ولا مع ده ضد ده. احنا بنحب النادي الاهلي لاسم النادي الاهلي وكل اللي بيشتغل في النادي الاهلي على فكره عايز يخدم النادي الاهلي طبعا. والنادي الاهلي بيكبرنا كلنا سواء مجلس اداره سواء لعيبه سواء ناس شغاله برضه النادي الاهلي بيكبرنا. شادي لسه بيقول تليفون راح جال انت مجرد رنة انا ما اعرفش راح لي على ايه. انا رايح حد عارف اللي هو تعبان زورته مره واثنين ما فتحنيش في حاجه ولا اتكلمت في الكلام ده. هو ده النادي الاهلي. نزلت من بيتي لقيته بيعمل كده وهو تعبان. عشان كده هرجع اقول جمله وهاخد اسمع منكم كل واحد بقى يعني كلمه اخيره. يا جماعه النادي الاهلي هو عملنا كلنا. لو انا فضلت في النادي اللي كنت فيه احترمه واقدره لكن ما كنتش هوصل اللي انا وصلت له ده. ما كنتش هعيش العيشه دي. ما كانش الجمهور اللي هو صاحب الفضل احنا كلنا يبقى عارفك وبتمشي في الشارع فاكر تاريخك وحضرتك كده وحضرتك كده وحضرتك 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 صح ولا مش صح؟ مظبوط بالظبط. هتقول ايه في نهايه كلامنا كابتن ياسر ونهايه حوارنا؟ اولا انا سعيد بوجودي معاكم مع كابتن شادي ومع كابتن عمرو. النقطه المهمه الحوار بقى اللي هنتكلم من هنا عند الماتش النجم الساحلي لازم يبقى لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واحنا كلاعيبه نادي عارفين الماتش ده بالنسبه لنا لازم نعيش في الماتش. ما نتكلمش في اي حاجه ثانيه غير ماتش النجم الساحلي. واللعيبه لما يفتح كده قناه الاهلي واي قناه من القنوات الخاصه الثانيه يلاقي الناس ما بتتكلمش غير على الايجابيات. ما نتكلمش بقى في ايه اللي هيجي بعد الماتش. اللي عايز يفتح يفتح لكن احنا عايزين نوصل صوره لعيبه النادي الاهلي اللي احنا كلنا وراكم. عايزينكم تشرفونا زي ما انتم بتشرفونا زي ما انتم بتبقوا قدوه حتى في المنتخب بتبقوا قدوه حاجه كبيره. فبنتمنى ان انتم ان شاء الله تفرحوا شعب مصر كله باذن الله في مباراه النجم الساحلي ان شاء الله باذن الله. مش عايز اللعيبه كمان عايز اقول لهم زي ما انت اتكلمت مش عايزين استعجال مش عايزين سربعه في المباراه. احنا عايزين ان شاء الله 1-0 تستغل تشجيع جمهورك تبقى اهدى بس بالظبط كده. يعني الجمهور ده الا هو باور ليك بس ما يطلعكش بره تركيز المباراه ان شاء الله. تفرحونا باذن الله يوم الاحد ان شاء الله. سلام منتخبنا في كاس العالم والاهلي في كاس العالم الانديه وبطوله افريقيا ده حاجه كبيره جدا. كابتن عمرو هتقول لي ايه في الاخر؟ امنيات داخليه شخصيه ان انا اتمنى دعم دعم دعم. النقد شيء انتهى. بلاش نقد في الوقت ده. دعم يمكن الحاجه اللي عجبتني جدا واتمنى تبقى سمه في كل الفرق. دعم احمد الشناوي لشريف اكرامي. دعم احمد الشناوي لشريف اكرامي. ليه ما نبقاش كلنا كده؟ هي مش محتاجه اذن ان انا اروح. محمد الشناوي لا احمد حارس مرمى نادي الزمالك. انا عارف انا بقول ايه. دعمه ليه واتصاله بيه ويا شريف انت حارس مرمى مصر وقف واعمل. كان موقف جميل ليه والناس علقت عليها. ليه ما تبقاش كده؟ ليه ما تبقاش احنا زي ما كنا بنعرف النادي الاهلي في اي ضيق بتلاقي نجومه القدام موجودين وبيروحوا بيساندوا. احنا بنقول بقى احنا مصر بصفه شخصيه هو اسم النادي الاهلي بصفه عامه هو مصر. ليه الدعم ده ما يبقاش مش من جماهير بس من جماهير ودوله ولعيبه ولعيبه في انديه اخرى. السوشيال ميديا لسه بقول دعم ومش نقد. النقد البناء احنا بنقول من بدري قلناه دلوقتي بندعم بس دعم بس. احنا عايزين مكسب. احنا عايزين نقول بنزداد وبناخد مناكس متقدمه لتطور الكره المصريه كاسم دوله وكتقدم كره مصريه كاسم نادي الاهلي الافريقيه او بطوله العالم للانديه. بنقرب مساحه الاحتراف بقت للاعيبتنا كتير. احنا بنقول تاني احنا بنحب البلد دي. عايزين كل الاطراف بتاعتها تبقى دعم ان شاء الله وليس نقد لهدم كيان. كل ما بنقول انه بيبني بيجي شخص او بيجي مجموعه عايزه تفشل النجاح ده باسلوب احنا مش حابينه. احنا مش هنتكلم غير في الكوره.
مش هنحب غير الكوره، مش مش هيحصل فينا نقد او شيء نبنيه غير الكوره. الحاجات التانية هي حاجات اضافيه بتعدي علينا بنتفرج عليها بس، مستمعين جيدين. مش هيبقى كل حاجه فينا نقاد واعلاميين وصحفيين وناس بتسمع وناس عايزه بروباجندا للتصيت. ان شاء الله ربنا يوفق، احنا بنعمل ده، ويوفق كابتن حسام والفريق وجمهورنا، الجمهورنا الكبير قوي اللي انا عارف بيحضروا ايه وهيعملوا ايه ويقفوا جنب فرقتهم ازاي. يا رب ربنا في الاخر يكرمنا، لان احنا محتاجين كمان زي ما المنتخب فرحنا الاهلي برضو صاحب بسمه، صاحب سعاده كبيره وتاريخ كبير جدا. كابتن ياسر ريان واحد من نجوم منتخبنا الوطني ومن نجوم النادي الاهلي، شرفتني ونورتني النهارده. شكرا كابتن شادي، شكرا، وبسعد باللقاء معاك، ومش عايزك كده بقى تستخبى. شكرا، شرفت بيك يا كابتن. ان شاء الله. شكرا كابتن. كمان كابتن عمرو الحديدي واحد من نجوم النادي الاهلي، من لعيبه الرجاله، وبتشرف بيك وبستمتع لما بشوفك يا كابتن عمرو، والامانه كنت وحشتني. وانت كمان يا كابتن شادي، وعايز اقول لك حاجه، كمل في اللي انت ماشي فيه، وخليك حائط صد لاي حاجه بتتقال. تقلق. انك بتقول حقايق مش خيال. ما تقلقش، وبنبقى اقوياء باولاد النادي المحترمين، بالجمهور المحترم اللي رايه من رايكم، وهو طريق واحد، طريق الحق ان شاء الله، هو اللي الناس بتصدقك فيه ويخليك تقول الكلام دوت. انا بشكركم شكرا جزيلا. شكرا كابتن. يا رب يا رب ربنا ينصر الاهلي يا رب، ونبقى موجودين هنا كل اولاد النادي الاهلي موجودين، ونحتفل مع بعض يا رب. فرحنا ببطولة افريقيا السنه دي. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. كان معانا اثنين من نجوم النادي الاهلي، الكابتن ياسر ريان والكابتن عمرو الحديدي، اتكلمنا في كل حاجه، لكن دايما في نص الحوار كده او في اخر الحوار تلاقوا الذكريات والكواليس بتاخد المشهد. نبقى مبسوطين بالكلام ده، لان دايما في حياه كره القدم بيبقى في ذكريات جميله وكواليس جميله، خصوصا وانت بتلعب في النادي الاهلي. اكيد هختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الأهلي والكرة للجماهير.